السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. دفعة 2022 خلاص بقى هانت ان شاء الله، تاخدوا اجازة وترتاحوا كده وتتبسطوا وتريحوا من الدروس والضغط اللي عليكم باذن الله. النهاردة هنتكلم مع بعض في الواجب رقم 3 في تشابتر 4، وهو الواجب اللي كان ليه علاقة بالمسائل وفارادايز وكولومز والحاجات دي كلها. عايزك تكون بس ماسك معانا ورقة وقلم وتحل معانا واحدة واحدة كده وتفهم معانا واحدة واحدة. وحابب افكرك طبعا الاسئلة اللي انت بتحلها في الواجب دي هي من مصادر كتيرة جدا: بنك المعرفة، منصة نجوى، اسئلة كتاب المدرسة، المعاصر، الحاجات دي كلها. فبالتالي وارد تلاقي افكار كتير واشكال كتير للاسئلة، فعايزك واحدة واحدة كده تمسك معانا الواجب سؤال سؤال وتحل معانا وتشوف لو في اي حاجة عندك فيها مشكلة تشوف انا حلتها ازاي، وبعدين ترجع تفهمها مرة تانية من الفيديو. اسيبكم مع الواجب الثالث من شابتر 4. يلا بينا نبدأ مع بعض حل الواجب رقم 3 في chapter 4، وده الواجب اللي قبل الأخير إن شاء الله بإذن الله تعالى. والأسبوع اللي جاي ننزل حضراتكم الواجب الأخير، ويبقى كده خلصنا chapter 4 على خير، وبعدين نبدأ إن شاء الله في chapter 5 قبل الأجازة بإذن الله تعالى. chapter 4 كان بيتكلم عن الالكتروكيمستري، وكان بيتكلم عن الكوانتيتي اوف الكتريسيتيز، وازاي نوصل الكهرباء وكميه الكهرباء، وازاي بتعمل بيرسبتيتس على الاسلاك والى اخره. تعال نشوف الاسئله بتقول ايه. اول سؤال في chapter 3 بيقول لحضرتك: when a quantity of electricity passes in an electrolytic cells connected in series, the masses of the formed element at electrodes are proportional with، يعني كمية الماس اللي هيترسب على الالكترود directly أو proportional مع مين؟ طبعا اتفقنا ان هما متوصلين in series، ده معناها فاراداي second law، فبيكون الماس برسبتيت directly proportional مع الequivalent mass اللي هي الإجابة C. بعدين نيجي لسؤال 2، دي طبعا مسألة بيقول لحضرتك: if 0.5 ampere، والراجل مديك الاي بكام، current is passed through acidified silver nitrate solution، يعني silver nitrate solution محطوط في acid أو acidified اللي هو silver nitrate، يعني اللي هو AgNO3. طبعا طالما الراجل قال silver nitrate على طول مش silver 2 nitrate أو silver 3 nitrate، يبقى كده كده الفالنسي بتاعت السيلفر هتبقى بكام؟ تبقى ب 400 minutes، والراجل مديك الوقت اللي عدى فيه الكهرباء. يقول لك the mass of the deposited، يعني precipitated silver on the cathode is cam، في حين ان هو مديك الـ equivalent weight بتاع السيلفر اللي هو الـ equivalent mass على طول مديه لك جاهز ب 108. فطبعا كنا احنا قلنا ان دايما الـ 1 فاراداي بيطلع لحياتك 96500 كولوم، بيخرج لحضرتك الـ equivalent mass. ولو كنا غيرنا كمية الفارادايز وغيرنا الـ Q كولوم، فبيتغير معاها الماس برسبتيت، وده اللي كنا استنتجناه من قوانين عامة فارادي. فبدايا كده الراجل عايز من حضرتك الماس برسبتيت بكام، ومدي لحضرتك الإكويفلنت ويت اللي هو الإكويفلنت ماس ب 108، وبعدين ناقص لك بس عشان تحسب الماس برسبتيت ناقص لك الكيو. وطبعا الراجل كتر خيره مديك الاي اهي ب 0.5 امبير، ومديك التي ب 100 منت، بس احنا ما بنشتغلش بالمنت بنشتغل بالسكن، وبناء عليه هنستخدم ونقول ان الكيو طبعا بتساوي اي في تي، فساعتها الاي عشان نحسب الكيو هي ب 0.5 في التي اللي هي ب 100 منت، بس هنضربها في 60 عشان نحولها لسكن، وبعدين نعمل كروس مالتيبليكيشن، ناخد الرقم ده مالتيبلاي الرقم ده ديفايدد الرقم ده، يطلع لك الماس برسبتيت طالع بقد ايه، وبناء عليه نحسب بقى. يبقى 0.5 في 100 في 60 تايم 108 ديفايدد 96500، يطلع ان الاجابه ب 3.3575 اللي هي الاجابه B، هي دي الاجابه الصحيحه. يبقى ده كده الوزن اللي اترسب من السيلفر. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك: الومنيوم اوكسايد مي بي الكترولايزد ات 1000 ديجري سيليزيوس to furnish aluminium metal، ومديك ان الاتوميك ماس بتاع الالومنيوم ميتال ب 27. بيقول لك ان ال1 فاراداي بيساوي 96500 كولوم، ذا كاثود رياكشن، والراجل مديك الرياكشن تستنتج منها الفالنس زي ما قلت لحضرتك، to prepare 5.12 كيلوغرام، اوكي، وي ريكوايرد ا دي الكتريسيتي. هنشتغل بنفس الكروس مالتيبليكيشن اللي كان بيقول ان ال1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج لحضرتك الإكويفلنت ماس. وطبعا لو غيرنا الأكس فارديز هيتغير معاك الكيو كولوم، ويتغير معاك الماس برسبتيت.
الراجل بيقول لحضرتك ان الاتوميك ماس بتاع السيلفر ب 27، وطبعا مديك ايكويشن تعرف منها الفالنسي، واحنا اتفقنا لما يديك ايكويشن زي دي بتعرف الفالنسي ازاي. هنا اللي تشارج ب 3 وهنا اللي تشارج مش موجوده يعني ب 0، طالما هنا اللي تشارج ب 3 وهنا اللي تشارج ب 0 بناخد الرقمين ماينس بعض، يبقى 3 ماينس 0 اللي هي ب 3، يبقى اللي تشارج ب 3. يبقى احنا كده معانا الاتوميك ماس ومعانا الفالنسي، نحسب الايكويفالنت ماس اللي هو 27 على 3 اللي هو الاتوميك ماس على الفالنسي، يطلع ب 9 جرامز. وبعدين هو عايز من حضرتك الكيوب كام، ومديك ان الوزن اللي اترسب ب 5.12 كيلو جرام، واحنا ما بنشتغلش بالكيلو جرام بنشتغل بالجرام، فعشان تحول من كيلو جرام لجرام هتضرب في 1000، فعشان كده هتضرب في 1000 عشان الرقم يبقى بالجرامز. يبقى هنقدر نقول من هنا ان من كيلو جرام لجرام لازم حضرتك تضرب في 1000. خلاص كده؟ طيب تعال نشوف بقى الرقم يطلع بكام. يبقى 5.12 multiply 1000 تايم 96500 ديفايدد 9، يطلع ان الرقم معانا 5.49 تايم 10 باور نيجاتيف 7. هو الكيو اللي طالعه هي بتساوي 5489777.78 كون، اللي هي بيوازيها انهي رقم؟ يوازيها الرقم اللي في الاجابه دي اللي هو 5.49 تايم 10 باور نيجاتيف 7 باور 7 اسف. فيبقى كده الرقم ده هو هو نفس الرقم ده، فسعادتك تختار الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. بعدين في سؤال رقم 4 بيقول لحضرتك when 9650 كولوم of electricity passed through a solution of copper sulfate the amount of copper deposited is كام؟ هنشتغل نفس الشغل، ادي 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم وبيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس، وطبعا هنا الاكس فاراديز لو اتغيرت هيتغير معاها الكيو كولوم وهيتغير معاها الماس برسبتيت. وطبعا عايزين نعرف مع بعض الاماونت اوف برسبتيت قد ايه، ده اللي هو عايز يعرفه. طيب الراجل مدي لحضرتك ان في 9650 كولوم اتحركوا، والايكويفالنت ماس هو مديك الاتوميك ماس، وطبعا كلنا عارفين ان الفالنسي بتاعت الكابر ب2، الفالنسي اوف كابر طول عمرها ب2، وطبعا امثله كتير موجوده في الكتاب والامتحان اوبن بوك تعرف تجيب الفالنسي عادي. وطبعا الراجل قال لك كابر سلفيت اللي هو سي يو اس او 4، فطبعا السلفيت فالنسي 2 فاكيد الكابر برضه فالنسي 2. طيب يبقى احنا كده معانا الاتوميك ماس اللي هو ب 63.6 على الفالنسي اللي هي ب2، فيطلع بحوالي 63.6 divided 2 فيطلع بحوالي 31.8. اعمل cross multiplication هات الماس برسبتيت، يبقى 9650 multiply 31.8 divided 96500 يطلع عند حضرتك الرقم ب 3.18 اللي هي الاجابه ب هي الاجابه الصحيحه. والمسائل كلها كانت بتدور حوالين نفس الفكره، ولكن لازم تكون عارف انت بتعوض ازاي بالظبط. جه بعد كده في 100 في سؤال 5 بيقول لحضرتك a silver of cup is plated with silver bypassing 965 كولوم، يعني بيقول لك في طبقه من السيلفر اتحطت على كوبايه وعدينا ساعتها كميه كهرباء 965 كولوم، ذا اماونت اوف اي جي ديبوزيتد هيساوي كام؟ طيب بالراحه بقى كده، انت عندك ان ال1 فاراداي اللي بيطلع 96500 كولوم بيخرج لك الايكويفالنت ماس، وبناء عليه لو غيرنا الاكس فاراديز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت، صح كده؟ طيب الراجل بيقول لحضرتك انا عايز اعرف ان كميه البرسبتيت هتبقى قد ايه، فهين ان انا عديت 965 كولوم، خلاص كده يعني هو مديك الكيو. والايكويفالنت ماس بتاعت السيلفر تقدر تجيبها من اي مثال في الكتاب، الايكويفالنت ماس اتوميك ماس السيلفر ب 108 والفالنسي ب 1 فهتطلع ب 108، وطبعا بفكرك ان ده اوبن بوك فتقدر تستخدم الارقام من الكتاب عادي جدا. كده تقدر تعمل كروس مالتيبلكيشن وتطلع الماس برسبتيت، يبقى 965 مالتبلاي 108 ديفايدد 96500 يطلع ان الماس برسبتيت ب 1.08 اللي هي الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. سؤال 6 بيقول لحضرتك
amount of electricity that can deposit 108 جرام of silver from AgNO3 ده حوالي قد ايه؟ فطبعا ما تنساش انت عارف ان ال 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم وبيطلع حياتك الايكويفالنت ماس، صح كده؟ ولو انت تفتكر الايكويفالنت ماس كان الاتوميك ماس على الفالنسي اللي هو 108 على 1 اللي هو 108. بيقول لك لو انا عايز اطلع 108 يبقى محتاج قد ايه الكتريستي؟ محتاج يا 1 فاراداي يا 96500 كولوم. فبالتالي الاجابات اللي عندك 1 فاراداي هي الاجابه المناسبه، فسعادتك هتختار 1 فاراداي دي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 7. بيقول لحضرتك في سؤال 7 to deposit 1 equivalent weight اللي هو الايكويفالنت ويت اللي هو الايكويفالنت ماس، يعني عشان نرسب الايكويفالنت ماس بتاع الكوبر محتاج قد ايه من التشارج؟ معلش هو انا عشان ارسب الايكويفالنت ماس بتاع اي حاجه، هو انت عارف ان ال 1 فاراداي بيطلع لحضرتك 96500 كولوم بيطلع لحضرتك الايكويفالنت ماس، صح كده؟ يبقى انت عشان ترسب الايكويفالنت ماس او عشان تكون عندك الايكويفالنت ماس انت محتاج يا 96500 كولوم يا اما محتاج 1 فاراداي. فطبعا الاجابه الصحيحه هو اللي هو مديك الاجابه كلها بالكولوم، انت محتاج رقم يساوي الرقم ده. ف96500 كولوم هي بالظبط الاجابه ايه؟ اللي هي 9.65 تايم 10 باور 4، لان باور 4 هيحط اربع اصفار، فبالتالي الديسيمال دي هتطرحها لاربعه يونتس، ادي يونت 2 3 4، فيبقى يتكون عندك اللي هو 96500 كولوم عادي جدا. نيجي بعد كده لمساله رقم 8. بيقول لحضرتك 3 فارادايز، الراجل مديك كميه الفارادايز electricity was passed through an aqueous solution of iron 2 برومايد. حلو، بيقول لك the weight of iron metal atomic weight equal، معلش يا جماعه الرقم ده غلط، الاتوميك ويت بتاع الايرن 56 مش 65، خلاص deposit at the cathode. عايز الراجل يعرف كميه الوزن اللي هيترسب عند الكاثود ان جرامز بكام. طيب الاول بس نكتب القانون او الكروس مالتيبليكيشن بتاعنا، ان ال 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم وبيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس، ولو حضرتك غيرت كميه الفارادايز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس بير ستيت. فبيقول لحضرتك بقى دلوقتي انت لو عندك 3 فاراداي، يعني انا دلوقتي عندي كميه الفارادايز ب 3 فاراديز وعايز احسب الماس بير ستيت، لازم الاول اجيب الايكويفالنت ماس اللي هو هيبقى اتوميك ماس اللي هو 56 ديفايدد 2 اللي هي الفالنسي، فيطلع 56 ديفايدد 2 اللي هو يطلع عند حضرتك ب 28 جرام. يبقى انت كده جبت الايكويفالنت ماس. تعمل كروس مالتيبليكيشن تجيب الماس بير ستيت. واحد يقول لي يا مستر هو انا عشان اجيب الماس بير ستيت لازم الاول اعمل كروس مالتيبليكيشن هنا اجيب الكيو وبعدين اعمل كروس مالتيبليكيشن هنا اجيب الماس؟ اقول له لا، انت ممكن اصلا تعتبر دي مش موجوده، اللي في النص دي مش موجوده اصلا، وتروح عامل كروس مالتيبليكيشن ما بين الجنب الاولاني والجنب الاخراني على طول. ازاي؟ يعني انت لو عايز الماس بير ستيت وده مش موجود، ساعتها هتقول ان 3 فاراداي في الرقم ده على 1 فاراداي يساوي ساعتها الماس بير ستيت بكام، وفعلا ده اللي حضرتك هتعمله. يبقى الماس بير ستيت بيساوي 3 فاراداي في 28 على 1 فاراداي، فيطلع ان النتيجه في الاخر 3 فاراداي في 28 اللي هي 84 جرامز، وبناء عليه يطلع ان الاجابه الصح هي الاجابه بي. خلاص خلي بالك بس ان دي كانت مكتوبه غلط. بعدين بيقول له حياتك في سؤال 9، on passing current through two cells connected in series. طالما رجاله ماشيين in series اتفقنا in series معناها انه ال i constant، وبالتالي لو ال time constant هيبقى ال q برضو ثابت على البطاريات بتاعتك. طيب بيقول له حضرتك containing solution of silver nitrate و copper sulfate 0.18 جرام اوف سيلفر از ديبوزيت، الاماونت اوف كوبر ديبوزيت هيبقى كام؟ قلت لك لو استخدمته وقال ان سيريس ممكن تستخدم القانون ده، ان الماس بيرسبتيت في البطاريه الاولى على الماس بيرسبتيت في البطاريه الثانيه يساوي الايكويفالنت ماس في الاولى على الايكويفالنت ماس في الثانيه. طب بالراحه لو افترضنا ان الاي جي نو 3 دي الاولى والكوبر سلفيت ده الثانيه، تعالى كده واحده واحده. بيقول لك ان الماس بيرسبتيت بتاع السيلفر ب 0.18 واحنا عايزين الماس بيرسبتيت الثاني. طيب ايكويفالنت ماس السيلفر بكام؟ معروف 108 على 1، وممكن تجيبها من الكتاب بتاع المدرسه عادي جدا في اي مساله. والايكويفالنت ماس بتاع الكوبر طبعا الكوبر معروف ب 63.5 على 2 اللي هي الفالنسي اللي هو ب 31 75،
وكل دي ارقام تجمع من الاوبن بوك عادي جدا. ساعتها تعمل كروس مالتيبليكيشن تطلع الماس بير ستيت. فحضرتك لو خدت 31.75 تايمز 0.18 ديفايدد 108 يطلع عند حضرتك ان الماس بير ستيت 0.0529. هيطلع ان الماس بير ستيت ب 0.0529 الجرام طبعا، اللي هي الاجابه المنطقيه الوحيده هي الاجابه سي. وزي ما قلت لك الارقام بتاعه الايكوفالنت ماس تقدر تجيبها من كتاب المدرسه عادي جدا، بما ان الامتحان اوبن بوك او الاسئله كلها اوبن بوك. طيب سؤال 10 بيقول لك استدي كارنت 3 امبير لمده 1 اور كورسبوندز تو باس قد ايه، هيطلع قد ايه كهربا. فبالتالي انت لو عندك الكيو بتساوي اي في تي، فانت عايز تحسب الكيو. الاي ب 3 امبير في التي اللي هي بساعه، وطبعا ساعه دي هنحولها لسكند، يبقى تايم 60 تايم 60، فيطلع 3 في 60 في 60 اللي هي تطلع حوالي 10800 كولوم. 10800 كولوم دي ممكن تناسب نفس الاجابه بالظبط اللي في بي. ليه بقى؟ هتقول لي طب يا مستر الرقم ده بالكولوم، هل الرقم ده زيه؟ لا، لو ضربته في تايم 10 باور 5 مش هيبقى زيه. طب مستر هل الرقم ده يونت بالالكترون صحيحه؟ لا. طب 1.51 فولت؟ لا، انما ممكن يبقى بالفرادي. ليه؟ اصل انت عارف ان ال 1 فرادي ب 96500 كولوم، صح؟ تقدر تقول لي ال 10800 كولوم يطلع بكام فرادي؟ تعال نشوف. فيبقى 10800 تايم 1 فرادي ديفايدد 96500 يطلع فعلا بيساوي 0.11 فاردايز. يبقى كميه الكولوم دي يا جماعه هي هتساوي بالظبط 0.11 فاردايز، فبالتالي دي تبقى الاجابه الصحيحه سواء بالكولوم او سواء بالفرادي على حسب اللي هو مديهولك. نيجي بعد كده بيقول لحضرتك 11 during the electrolysis of concentrated brine solution. البراين سوليوشن هو ال NaCl. The amount of chlorine gas produced by passage to Faraday هيبقوا قد ايه؟ والله بص انت عارف ان ال 1 فاراداي بيطلع لحضرتك ال 96500 وبيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس. ولو حضراتكم عارفين لو غيرنا الاكس فاراديز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت. فبالتالي الايكويفالنت ماس دلوقتي عايزين نحسبه والاكس فاراديز معانا. انت معاك ان هو عدى 2 فاراداي، يعني كميه الفاراديز دي معاك، صح؟ الايكويفالنت ماس للكلورين هو الكلورين الاتوميك ماس بتاعه ب 35.5 على واحد اللي هي ب 35.5، صح كده؟ طيب فبالتالي احنا عايزين نعرف لو عدينا 2 فاراداي هيترسب وزن قد ايه. طيب فهنعمل كروس مالتيبليكيشن فيطلع ان الماس برسبتيت هيطلع عند حضرتك ب 71 جرام. وبيقول لحضرتك بقى الاماونت اوف كلورين جاز اللي هيطلع لما نعدي 2 فاراداي هيبقى قد ايه، ومديك الارقام كلها مش بالجرام، مديها لك بالمول. طيب انت لو تفتكر بس الكلورين جاز ده هو زي الاكسجين جاز بيتكتب سي ال ولا سي ال 2؟ لا طبعا سي ال 2. طب انا عايز اعرف عدد المولز، عادي النمبر اوف مولز كان بيساوي ماس على مولر ماس، صح كده؟ من شابتر 2 الماس اللي اترسب هو مديهولك ب 71 جرام. المولر ماس بقى انت هتحسبه، وطبعا انت عارف ان الكلورين الواحده ب 35.5 ده الاتوميك ماس بتاعها. فزي ما كنا واخدين زمان احنا هنحسب للسي ال 2، يبقى هما 2 كلورين، يبقى 2 في 35.5 اللي هي هتطلع في الاخر 1 مول. فعشان كده سعادتك منتهى الشكر هتشطار عانى 1 مول اللي هي الاجابه سي، نظرا لان الكلورين جاز هو السي ال 2 ولما حسبنا كميه الوزن اللي هيترسب هو 71 جرام اللي هو اصلا 1 مول. نيجي بعد كده لسؤال 12 بيقول لحضرتك the quantity of electricity in Faraday is needed to deposit gram per atom. قلت لكم يا جماعه اول ما تشوفوا كلمه جرام بير اتوم لازم حضرتك تستخدم القانون بتاعنا اللي بيقول ان الفارادايز بيساوي زد في 1 اف. وقلت لك قبل كده ايه هي الزد دي؟ قلت لك عليها هي الفالنسي، صح كده؟ طيب تعالى بقى نفتكر مع بعض. بيقول لك انا عايز ارسب جرام بير اتوم زنك فروم زنك 2 كلورايد اللي هو الزد ان سي ال 2، يبقى ساعتها الفالنس بتاعت الزنك بكام؟ ب 2.
فيبقى كده الفاراديز اللي انت محتاجها بتساوي 2 في 1 فاراداي، يبقى بيطلع ب 2 فاراداي. يبقى كمية الكهرباء اللي انت محتاجها هي 2 فاراداي، اللي هي الإجابة B. بعد كده نيجي لسؤال 13، أهم الأسئلة، وجه زيه في امتحان السنة اللي فاتت بالظبط. بيقولوا حضرتك to deposit gram dot atom أو gram per atom، زي ما قلت لكم المصطلحات دي كلها بنستخدم معاها هذا القانون اللي هو إن الفارادايز بتساوي زد في 1 اف. بيقول لك عشان معدن X from one of its compound an amount of electricity needed بتساوي 3 فاراداي، يعني كمية الفاراداي اللي طلعت كانت ب 3 فاراداي. طب وطالما يا جماعة كمية الفاراداي اللي طلعت كانت ب 3 فاراداي، يبقى كده الزد دي بكام؟ أكيد الزد دي ب 3. يبقى فيلنسي X بكام؟ أكيد ب 3. ويقول لك so the compound will be، وطبعا مديك compound للإكس ده مع الأكسجينز، وطبعا مش محتاجة ذكاء، أنت عارف إن أدي الإكس وأدي الأكسجين. الإكس لو فيلنسي 3 الأكسجين طول عمرها فيلنسي 2، فحضرتك لو بدلتها يدي لحضرتك X2O3، فبالتالي سعادتك تختار الإجابة A، هي دي الإجابة المنطقية الوحيدة. سؤال 14 بيقولوا حضرتك the amount of electricity required to precipitate 0.01 مول. قلت لحضرتك لما يقول لك مول 1 مول جرام بير اتوم جرام دوت اتوم، الحاجات دي كلها حضرتك بتستخدم ان الفارادايز بتساوي زد في 1 اف، وهو عايز الباريوم، والباريوم هو بي اي سي ال 2، يبقى الفالنس بتاعته بكام؟ ب 2. يبقى كده انت عشان ترسب ال 1 مول بتحتاج 2 مالتبلاي 1 فاراداي، صح كده؟ اللي هي ب 2 فاراداي. ده عشان ايه؟ ده عشان ال 1 مول. طب لو ال 0.1 مول يبقى تضربها في 0.01 فيطلع ب 0.02 فارادايز. لا تاني كده معلش، القانون ده بتستخدمه عشان ترسب ال 1 مول او ال 1 جرام اتوم او ال 1 جرام ايكويفالنت. فانت لو عايز بقى عدد من المولز هتضرب في العدد من المولز ده، فانا بحتاج 2 فاراداي عشان ارسب 1 مول، يبقى احتاجت كام فاراداي عشان ارسب 0.01؟ هضرب في 0.01 يطلع ب 0.02 فاراديز. يبقى نطلع الاجابه بتاعتك هي الاجابه سي، هي الاجابه المنطقيه الوحيده. ففي سؤال 14 الاجابه عندك هي الاجابه سي. بعدين يجي يقول لحضرتك 15 to deposit a gram atom of metal X from one of its compounds 2 فاراديز is needed. انت محتاج 2 فاراداي، نفس القصه بالظبط عشان ترسب جرام اتوم. خلاص يبقى نستخدم القانون الحقير اللي بيقول ان الزد في 1F هي دي كمية الفاراديز اللي انت محتاجها. قال لك انت المرة دي محتاج 2 فاراداي، يبقى كده نستنتج ان الزد بكام؟ نستنتج ان الزد ب 2، يعني الفالنسي ب 2. يبقى كده ادي الاكس وادي الاو، لو الاكس فالنسي 2 والاو برضو كان فالنسي 2، فلما يجي يتبدلوا مع بعض هتتكتب اكس او على طول، نتيجة انه الفالنسز هتطير مع بعض، وبناء عليه نختار الإجابة B هي الإجابة الصحيحة في سؤال رقم 15. سؤال 16 بيقول حضرتك the chemical deposition of a substance due to passing electric current in its in it is، عملية ال chemical deposition التراكم الكيميائي of a substance due to passing electric current، دي بيسموها عملية الإيه؟ بيسموها طبعا عملية ال electrolysis، وهي ال chemical deposition أو ال chemical decomposition، هو التفكك أو الترسب الكيميائي اللي بيحصل نتيجة الكهرباء. سؤال 17 بيقول لك the minimum amount of Faraday is needed to evolve the equivalent mass. انت عشان تطلع ال equivalent mass اقل كميه محتاجها قد ايه؟ وانا اصلا عشان اطلع ال equivalent mass محتاج 1 فاراداي، فبالتالي سعادتك بتختار 1 فاراداي طبقا للمعادله اللي احنا عمالين نشتغل بيها من الصبح، ان ال 1 فاراداي اللي بتساوي 96500 كولوم بتخرج لك ال equivalent mass. طيب فبالتالي انت عشان تجيب ال equivalent mass محتاج على طول ايه؟ 1 فاراداي. نيجي بعدين للسؤال رقم 18 بيقول لك to deposit 1 مول 1 مول 1 مول، قلت لك بقى 1 مول 1 جرام بير اتوم جرام بير اتوم جرام ايكويفالنت، الحاجات دي كلها بنستخدم القانون بتاعنا. metal x its compound which have formula x2yz4o3 the amount of electricity needed كام؟ طيب دلوقتي بس انت عشان تعرف كميه الكهرباء فانت هتساوي زد في 1f، فانت محتاج تعرف الزد بكام. طبعا لما هتعرف الزد بكام، الزد دي هي الفالنسي، صح؟ عايزين نعرف بقى الفالنس يا رجاله بكام. طيب مبدئيا كده هو بيتكلم على المعدن اكس، ومعدن اكس ده اللي هو ده، والفالنس بتاعته اكيد هي الرقم اللي الناحيه الثانيه، فيبقى كده اكس ده الفالنس بتاعته ب 3، فبالتالي انت محتاج 3 في 1 فاراداي، فتطلع في النهايه ب 3 فاراديز، ودي تبقى الاجابه الصحيحه اللي هي 3 فاراداي، اللي هي الاجابه سي. نيجي بعد كده لسؤال 19
بيقول لحضرتك the amount of electricity that has the ability to lose or gain 2 مول of electron equal كام؟ والله انت لو تفتكر ان ال amount of electricity needed to lose or gain 1 مول هي ال equivalent mass، فانت لو عايز 2 moles of electrons يبقى بالتالي تضرب ال equivalent mass ده في 2، فبالتالي انت تضرب كمية الكهرباء في 2. فانت عشان تفتكر كده معايا ال 1 فاراداي بيرسب لك بيطلع 96500 كولوم ويطلع لك ال equivalent mass اللي هو الوزن بتاع ال 1 مول، اللي هو الوزن اللي بياخد 1 مول اوف الكترون. طب لو انت عايز بقى 2 مول اوف الكترون لازم تضرب ال equivalent mass ده في 2، ولازم تضرب الكولوم دي في 2، ولازم تضرب الفاراداي دي في 2، عشان انت محتاج 2 مولز اوف الكترونز، صح كده؟ فبالتالي انت محتاج 2 فاراداي او 2 في 96500 كولوم، اللي هي تبقى الاجابه دي، نظرا لان 2 فاراداي صح وسي صح اللي هي 193000 صح بليون في المية لما تضرب الكولوم في 2. فيبقى كده الاجابه الصحيحه بالنسبه لك في سؤال 19 هي الاجابه دي. نيجي في سؤال 20، بيقول لك 0.2964 جرام اوف كوبر was precipitated on passage of current كذا، ومديك الكرنت ومديك هاف ان اور، مديك التايم ومديك الماس برسبتيت، ده مديك كل حاجه. احسب لنا الفالنسي بتاعت الكوبر. المره دي بقى عايز احسب الفالنسي بكام في حين ان الكوبر ب 63.5. طب لو انت خدت بالك ال 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم وبيخرج لك الايكويفالنت ماس، صح كده؟ لو غيرنا الاكس فاراديز بيتغير معاها الكيو وبيتغير معاها الماس برسبتيت، وركز بقى معايا في اللي هيتقال. الراجل مديك الماس برسبتيت ب 0.2964 ومديك الكيو، الراجل مديك الاي ومديك التي، يعني مديك الكيو، فالاي ب 0.5 ملتبلاي نص ساعه، طبعا اضربها في 60 في 60 كده نقدر نحسب الايكويفالنت ماس، صح كده؟ طيب هوريك نجيب الايكويفالنت ماس حالا ليه. 0.2964 multiply 96500 divided 0.5 multiply 0.5 multiply 60 multiply 60، فتطلع انه الايكويفالنت ماس اللي طلع عند حضرتك بتساوي 31.78، تمام كده؟ الراجل بقى عايز يعرف الفالنسي بكام. طب ما انت اصلا عارف ان الايكويفالنت ماس بتساوي اتوميك ماس على فالنسي، هو عايز يعرف بقى الفالنسي بكام. طب ما انت عارف الايكويفالنت ماس والراجل مديها لك اللي هي ب 63.5، وبناء عليه هتعمل زي كروس بسيط كده هتجيب على طول ان الفالنسي بتساوي 63.5 divided 31.78، فتطلع في النهاية الإجابة بتساوي 36.5 divided 31.78، فتطلع بتساوي 1.99 اللي هي يعني approximately بتساوي 2. يبقى كده عرفنا إن الفالنسي ب 2 بالمنظر ده، فالإجابة الصحيحة عند حضرتك في سؤال 20 تبقى الإجابة B. نيجي بعد كده لسؤال 21، بيقولوا حضرتك في سؤال 21 if 10,000 كولوم of electricity pass an aqueous solution of gold 3 كلورايد، مديك فالنسي جولد ومديك equation تأكد لك الفالنسي اهي، وبيديك الاتوميك ماس بتاع الجولد بقد كذا، then the mass of the gold precipitate is كام. طيب ما انت كده كده عارف ان ال 1 فاراداي اللي هو بيطلع 96500 كولوم بيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس، فلو طلع لحضرتك الاكس فاردايز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت. تعالى بقى بالراحة عليا، انت معاك 10,000 كولوم يعني معاك الكيوب كام، وهو عايز الماس برسبتيت، يبقى لازم تجيب الايكويفالنت ماس. الراجل مديك اتوميك ماس اللي هي ب 196.98 على الفالنسي اللي هي ب 3، وبناء عليه تقدر تحسب الماس برسبتيت بكام. يبقى 10,000 multiply 196.98 divided 3، طبعا كل ده هيبقى divided 96500، فيطلع ان الماس برسبتيت ب 6.9 جرام اللي هي الاجابه دي، هي الاجابه الصحيحه في سؤال 21. بعدين بيقولوا حضرتك في سؤال 22، بيقول حضرتك during passing a current in bauxite compound كده اسمه البوكسايت اللي هو ال Al2O3 تستنتج منه الفالنس طبعا، 35 جرام من الالومنيوم ميتال were separated at current intensity ب 15 امبير، وبيقول لك ان الاتوميك ماس بتاع الكوبر ب 27. What time needed to finish this process؟ محتاج الوقت عشان نخلص هذه العمليه. طيب الاول بس احنا معانا ان ال 1 فاراداي
بيطلع 96500 كولوم وبيخرج لحضرتك الإكويفالنت ماس. فحضرتك مشكورا، لو غيرت كمية الفارادايز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت. بالراحة بقى، الراجل بيقول لحضرتك during the passive 35 جرام، يعني في 35 جرام برسبتيت، وطبعا الفالنسي ب3 بتاعت الالومنيوم شفناها من هذا الكومباوند. وبعدين بيقول لك محتاج 15 امبير، يعني الاي بتاعتك ب15. وبيقول لك ان الاتوميك ماس بتاع الالومنيوم ب27، يبقى كده نقدر نجيب الايكوفالنت ماس، ما هو 27 على 3 الفالنسي يطلع ب9 جرامز. كده نقدر نجيب الكيوب كام؟ لو حضرتك تعرف تحسب الكيو، يبقى 35 في 96500 ديفايدد 9 جرام، يبقى من هنا الكيو هتطلع عند حضرتك بتساوي 3752777.7 كولوم. خلاص كده حسبنا مين؟ حسبنا الكيو. وانت معاك الاي تقدر تجيب التي، مصل الكيو بتساوي اي في تي، فانت لو عايز التي فالتي هتساوي كيو على اي. حضرتك معاك الكيو اللي هي ب3752777.7 على الاي اللي هي ب15، تطلع لك ساعتها التي بكام؟ تعال نحسب مع بعض، الرقم ده ديفايدد 15 يطلع التي ب25018.5 سكندز، اللي هي الاجابه المنطقيه الوحيده في سؤال 22، تبقى الاجابه بي. نيجي بعد كده لسؤال 23، بيقول لحضرتك what is the quantity of electricity necessary to separate، انت محتاج كميه كهرباء عشان ترصب الكلام ده وتفصل الكلام ده، from a solution of iron 3 كلورايد، ومديك الفالنسي بكام؟ نفس الكلام بالظبط، ما انت عارف ان ال1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس. فلو حضرتك غيرت كميه الفاردايز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت. ركز بقى معايا، بيقول لو حضرتك انا عايزين الماس برسبتيت ب 5.6 جرام، وبيقول لك انا عايز اعرف الكيو قد ايه، والايكوفالنت ماس طبعا معانا، الايكوفالنت ماس هي اتوميك ماس على الفالنسي، اتوميك ماس الايرن على فكره 56 والفالنسي ب 3، فتقدر تعمل كروس مالتيبلكيشن وتطلع لحضراتكم الكيوب كام، والاتوميك ماس بتاع الايرن تقدر تجيبه من بريودك تيبل عادي جدا بما انه اوبن بوك يعني. فبالتالي يبقى 5.6 ملتبلاي 96500 ديفايدد 56 على 3، تطلع الإجابة 28950 اللي هي الإجابة الوحيدة الصحيحة، هي الإجابة C. تقدر تقول إن دي الكيو اللي أنت محتاجها عشان ترصب هذا الوزن. السؤال بقى اللي جاي برضو من ألطف الأسئلة، بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول لحضرتك an electric current of strength 7 أمبير، يعني الراجل مديك 7 أمبير is passed through a nitrate solution لمدة 4 دقايق. If the mass of the cathode، وزن السلكة بتاعت الكاثود كان 14 جرام. After the passage of current طلع ب 15.88 جرام. عارف ده معناه ايه؟ يعني وزن السلكة قبل الكهرباء كان 14 وبعد الكهرباء بقى 15.88، يبقى كده وزن السلكة زاد نتيجة البرسبتيت اللي عليه، يبقى اقدر احسب الماس برسبتيت. يبقى من هنا الماس برسبتيت على السلك هيساوي الوزن بعد الكهرباء اللي هو 15.88 ناقص الوزن قبل الكهرباء اللي هو 14، فيطلع ب 1.88 جرام. ده كده الوزن بير سبتيت على السلك. هو بقى عايز ايه؟ عايز الايكوفالنت ماس بكام؟ طب ما انت عارف ان ال 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج لحضرتك الايكوفالنت ماس. وطبعا الاكس فاردايز هتطلع لحضرتك بكيو كولوم وتطلع حضرتك بالماس بير سبتيت. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه؟ وعايز اولا الايكوفالنت ماس، حاضر. وبعدين الراجل مديك اي وتي، هتحسب الكيو، الاي ب7 والتي ب4 دقايق في 60 عشان نجيبها بالسكند، والماس برسبتيت احنا طلعناه اهو ب 1.88. كده معاك كل حاجه، تقدر تحسب الايكوفالنت ماس، يبقى 1.88 ملتبلاي 96500 ديفايدد 7 في 64، فتطلع الاجابه ب 107.98. يبقى كده الايكوفالنت ماس طلع لحضرتك ب 107.98 اللي هي الإجابة المنطقية تعتبر بي. نيجي بعد كده لمسألة رقم 25، المسألة دي لسه هنقولها المرة الجاية، أو الفكرة بتاعتها المرة الجاية لسه هتتشرح إن شاء الله في الحصة اللي جاية، فدي حضرتك هتأجلها معلش، دي الحصة اللي جاية
هتشرح لحضراتكم في الحصة الأونلاين، شرح لكم في الحصص اللي في السنتر، ونقولها إن شاء الله في الفيديو بتاع المرة اللي جاية، عشان بس الفكرة بتاعتها لسه ما اتشرحتش، تشرح مع المرة اللي جاية إن شاء الله. نيجي بقى لسؤال 26، بيقول لك to deposit 0.1 مول of barium chloride solution بيساوي كذا فرادي. قلت لك بقى لما يقول لك عدد من المولز اتفقنا هنستخدم قانون الزد اللي هو الفرادي بيساوي زد في 1F. وطبعا انت الباريوم معروف اهو، واضح قوي قدامك الفالنس بتاعته ب2، يبقى كده 2 في 1 فرادي اللي هي ب2 فرادي. ده لو كان عايز 1 مول، انما هو عايز كام مول؟ 0.1، يبقى تضرب الرقم ده في 0.1 مول يطلع لحياتك ب 0.2 فاراديز، اللي هي تبقى الاجابه ايه؟ هي الاجابه المنطقيه. كده سؤال 26 الاجابه فيه الاجابه ايه. سؤال 27 بيقول لحياتك، في سؤال 27 تو الكترولايتك سيلز، واحده اسمها اكس وواحده اسمها واي، ار كونكتد ان سيرس. واحنا عرفنا موضوع ان سيرس ده معناه ايه. بيقول لك اكس اتس الكترود ار فروم مين ترانزيشن كوينج ميتال، متكون من المين ترانزيشن كوينج ميتال اللي هم الكوبر والسيلفر والجولد وكده، ان اتس سكند سيريس. وطبعا السكند سيريس لو تفتكر، لو انت فتحت البريودك تيبل في السكند سيريس في المين ترانزيشن هتلاقيه هو السيلفر، فهو هنا يقصد بيه السيلفر. وبعدين بيقول لك ات بروديوس 4 جرام من السيلفر. طيب why it's electrode made of an element its electronic configuration end with ns1 ns1 وn-1 d10 وفي الفيرس سيريس، والسوليوشن بتاعه صلفيت. طبعا لو تفتكر الالكترونيك كونفيجريشن دي كانت السبيشال كيس بتاعه الكوبر من شابتر 1، هو كده مدخل شابتر 1 مع شابتر 4. يعني من الاخر السوليوشن الاولاني معمول من AgNO3 والسوليوشن الثاني معمول من كوبر ومعاه صلفيت. بيقول حياتك الاثنين متوصلين ان سيريس، عايزين نعرف الماس برسبتيت عند واي عند الكوبر بكام. طبعا اتفقنا طالما الاثنين ان سيريس تبقى الكيو كونستنت، وبالتالي تقدر تستخدم القانون المباشر اللي بيقول ان الماس برسبتيت في البطاريه الاولى على الماس برسبتيت في البطاريه الثانيه بيساوي ايكويفالنت ماس البطارية الأولى على equivalent mass البطارية الثانية. فبالراحة بقى عليا، هو مديك mass percentage الأولى بأربعة جرام بتاع السيلفر، وعايز يعرف mass percentage الثانية بكام اللي هو بتاع الكوبر. طيب equivalent mass الأولى بقى، هو السيلفر أصلا atomic mass 108 والسيلفر بواحد، فيعني يطلع ب108. الكوبر بقى عندك الكوبر atomic mass ب63.5، وبالنسبة للفالنسي بتاعت الكوبر فهي ب2، يبقى 63.5 على 2 اللي هي ب 31.75. كده معاك كل حاجه تعرف تعمل كروس مالتيبليكيشن، فهتعمل كروس مالتيبليكيشن تجيب ماس برسبتيت الثاني، يبقى 31.75 مالتبلاي 4 جرام ديفايدد 108 يطلع ب 1.17 جرام اللي هي الاجابه المنطقيه، الاجابه بي. طيب نيجي بقى لسؤال 28. في 28 بيقول لحضرتك the electrode at which reduction process takes place in the electrolytic cell. هو دايما يا جماعه الريدكشن بيحصل عند الكاثود، والكاثود بالنسبه لنا هو النيجاتيف بول في الالكترولايتك سيل. فعشان كده في سؤال 18 سؤال 28 هنختار الاجابه المنطقيه هي الاجابه دي، نظرا لان الانود ما ينفعش طبعا، انما نيجاتيف الكترود صح وكاثود تعتبر برضو صح. سؤال 29 بيقول لحضرتك the scientist who deduced the relation between the quantity of electricity and the mass precipitate is، طبعا اللي اكتشف العلاقه بين كميه الكهرباء والوزن اللي هيترسب هو كان فارادي. 30 on electrolysis of aqueous solution of copper to sulfate using copper electrodes. برضو السؤال ده لسه هيتحل المره اللي جايه عشان ده الدرس اللي بعده. نيجي للسؤال 31 بيقول لك if redox reaction is forced to occur by using an external applied electric current this process is called، طبعا بيسموها الالكتروليسيس. نيجي بعد كده لسؤال 32 وشوفنا السؤال 32 ده زيه بالظبط قبل كده. بيقول لك to deposit gram per atom، اتفقنا بقى على موضوع جرام بير اتوم ده، نستخدم على طول القانون اللي بيقول ان الفارادايز بيساوي زد في 1 اف.
بيقول لك of metal X from one of its compound an amount of electricity 3 فاراداي. احتاجنا 3 فاراداي، شرحنا نفس السؤال بالظبط، فبالتالي تقدر تستنتج من هنا ان الفالنسي بتساوي 3، فما ان الاكس هيتفاعل مع الاكسجين يبقى الاكس ب3 والاكسجين ب2، لما يتبدلوا هتتكتب X2O3 بالمنظر ده، اللي هي الاجابه ايه؟ هي الاجابه الصحيحه. 33 بيقول لحضرتك Which of the following graph expresses the relation between the mass of the precipitate substance at the cathode M and the quantity of electricity؟ اللي هيمثل الجراف برسبتيت بتاع الكاثود والعلاقه ما بين الماس برسبتيت والكوانتيتي هي العلاقه ايه؟ لان العلاقه بينهم علاقه دايركتي. اول لما يبتدي التيار الكهربي يشتغل يبتدي الماس برسبتيت يشتغل على طول، فالعلاقه ايه؟ هي العلاقه الصحيحه، والاثنين طبعا بيزيدوا مع بعض دايركتلي بالمنظر ده. سؤال 34 بيقول لحضرتك Which of the following electrical current would deliver the greatest charge؟ مين في دول هيطلع أكبر كمية من الكهرباء؟ وطبعا هتحسب واحدة واحدة تشوف أي واحدة فيهم تطلع كمية كهرباء أكتر، وبالتالي هتلاقي اللي بتطلع كمية كهرباء أكتر هي B، هي الإجابة الصحيحة، اللي هيبقى 0.25 في خلال 15 ثانية يطلع حوالي 3.75 كولوم، ودي هتبقى أكتر كمية فيهم. سؤال 35 من أعجب الأسئلة اللي ممكن تقراها، بيقول عليك إيه؟ بيقول لك the charge on one mole of electron was found experimentally through the electrolysis of a solution of copper 2 sulfate using copper electrodes. الناس استخدموا 0.7 أمبير في solution اسمه الكوبر 2 sulfate لمدة 40 دقيقة. الكاثود increased its mass by كذا، يعني ده الوزن اللي اترسب على الكاثود. Taking the molar mass is 63.5 gram. Calculate the charge on one mole of electron. عايز يعرف ال charge أو الشحنة الكهربائية اللي محتاجينها لل one mole of electron هو لل equivalent mass. عارف ده معناه إيه؟ معناه إن أنت بدل ما بتقول إن ال one فاراداي اللي هي بتساوي 96500 كولوم، وبتخرج ال equivalent mass. فطبعاً لو حضرتك غيرت ال x فاراديز هيتغير معاك ال q كولوم وهيتغير معاك ال mass precipitate. في مشكلة؟ بيقول لك بقى اثناء ما هم بيعملوا التجربه اصلا استخدموا كميه الكهرباء دي، يعني هو مديك الاي ومديك التي، وعايز يعرف الكيو اللي المفروض كانت تستخدم لكميه ال1 مول اوف الكترون بتساوي قد ايه. يعني من الاخر كان الرقم ده مش موجود وهو عايز يعرفه، لان ده اللي بيرسب الايكويفالنت ماس، والايكويفالنت ماس دي هي اللي بتاخد ال1 مول اوف الكترون، فبالتالي هو عايز يعرف دي بكام. تعال نسمي ده مثلا النون اسمه واي مثلا، خلاص. وبعدين الراجل بيقول لك ايه؟ الكرنت معاك الاي ب 0.7 في التي معاك، ومديك 40 دقيقه طبعا في 60 عشان تحولها لسكند، ومديك الماس برسبتيت ب 0.57، ومديك الايكويفالنت ماس كمان اللي هو اتوميك ماس 36.5 طبعا على 2 اللي هي الفالنسي، يعني ده ب 31.75. يبقى ساعتها معرفك كل حاجه، وعايز منك بس كميه الكهرباء اللي المفروض ترسب ال1 مول اوف الكترون، اللي هي المفروض يعني ترسب الايكويفالنت ماس، فاللي هو عايز كميه الكهرباء دي. طبعا عم فاراداي اكتشفها ب 96500 كولوم، بس هو بيقول لك لو احنا غيرنا شويه كونديشنز هيبقى الرقم ده بكام؟ فتعال نشوف. يبقى 0.7 ملتبلاي 40 ملتبلاي 60 في 31.75 ديفايدد 0.57، فتطلع الاجابه ان الواي دي بتساوي عند حضرتك ب 93578.94 كولوم، اللي هي توازي بقى اي رقم في دول. الرقم الوحيد اللي كان فيه 9 طبعا هو الرقم ده 9.36، اللي هي بالابروكسيميشن يعني تايم 10 باور 4 هو نفس الرقم يعتبر بالظبط بالابروكسيميشن. نيجي بعد كده للسؤال 36، بيقول لك what is the charge of a mole of electron؟ الشحنة بتاعت المول اوف الكترون، ما احنا قلنا بقى المول اوف الكترون ده اللي هو الايكويفالنت ماس، الشحنة بتاعته 965 تايم 10 باور نيجاتيف 4 اللي هي 96500 كولوم، ال1 مول اوف الكترون او امول اوف الكترون هو الايكويفالنت ماس. فطبعا ده الشحنة بتاعته هي 96500 كولوم، ده اللي بيقدر يرسبه اللي هو ال1 فاراداي. وبناء عليه يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة عند حضرتك الإجابة دي اللي هي 9.65 × 10 باور 4.
37 بيقول لك a current its intensity is كذا ال 2.5 امبير. How many column of charge pass through the circuit in 35 minutes؟ يعني عايز يعرف ال Q بكام. وطبعا حضرتك عارف ان ال Q بتساوي عندك I في T، وطبعا ال I معانا 2.5 وال T معانا اللي هي ب 35، بس هضربها في 6 اشتغل seconds، فساعتها 2.5 تايم 35 تايم 60 تطلع الإجابة ب 5250 كولوم. 5250 كولوم اللي هي الإجابة إيه؟ معلش النوتس دي محطوطة غلط كبرنتر، بس النوتس دي محطوطة غلط طبعا، مش سيريزيوس طبعا، عمر ما الكولوم هيطلع بالسيريزيوس يعني. بعد كده سؤال 38 بيقول لحضرتك ألمنيوم ميتال كان بي ميد فروم ألمنيوم أين by electrolysis. What mass of aluminium metal؟ عايز يعرف وزن الألمنيوم metal to one decimal، يعني approximately one decimal would be recovered if a current intensity، والراجل مديك ال I بكام، عدت لمدة 15 دقيقة 15.0 دقيقة 15 دقيقة. Assume that the yield is 100%، يعني الناتج أو البرودكت طالع 100%، مفيش أي حاجة ضاعت منه. والألمنيوم ب 27 جرام بير مول اللي هو الأتوميك ماس يعني بتاع الألمنيوم. طيب فبالتالي أنت هتستخدم ال 1 فاراداي بيطلع 96500، بيخرج لك الـ equivalent mass. لو حضرتك غيرت كمية الفاراديز هيتغير معاك الـ Q column وهيتغير معاك الـ mass precipitate. بيقول لحضرتك بقى أنا عايز أعرف الـ mass precipitate ده أولا، في حين إن الـ equivalent mass طبعا 27 ده الـ atomic mass على الـ valence بتاع الألمنيوم طول عمرها ب 3 يبقى 9 جرام. وبعدين ال Q طبعا معروفة لأن ال Q بتساوي I في T، وال I معانا اللي هي 2.50 times 10 power 3 multiply T ده ب 15 دي في 60، فساعتها نعرف نحسب الماس برسبتيت، يبقى 2.50 times 10 power 3 multiply 15 multiply 60 multiply 9 gram divided 96500 تطلع 209.84. يبقى الماس برسبتيت هيطلع 209.84 جرام اللي هي الإجابة المنطقية الوحيدة، هي الإجابة A. بعدين سؤال 39 بيقول لك what is the equation which expresses the total charge Q delivered by the current I with period of time T؟ طبعا ال Q بتساوي I في T، هي الإجابة D. يبقى في 39 الإجابة عند حضرتك D. سؤال 40 بيقول لحضرتك a current of 0.2 ampere passes through a wire for a period of 60 seconds. بيقول لك ان ال I بكذا وال seconds بكذا. Calculate the total charge delivered through the wire. يعني عايز ال Q كالعادة. ال Q بتساوي I في T. ال I ب 0.2 وال T ب 60 seconds. فتضرب حاجة 0.2 في 60 تطلع ب 12 كولوم. اللي هي الإجابة A، الإجابة الصحيحة. يبقى 40 الإجابة الصحيحة فيها إجابة A. نيجي بعد كده سؤال 41 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك a current of 2.345 ampere passes through a solution او a cell shown in the figure for 45 minutes. بيقول لحضرتك ان ادي الوقت وادي ال I. What is the mass of the hydrogen produced in unit of gram to one decimal in scientific notation؟ عايز اعرف الجرامز قد ايه؟ طب ما كالعاده ال 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج الإكويفلنت ماس. أما بالنسبة للإكس فاراديز فهتغير الكيو كولوم وتغير الماس برسبتيت. الراجل بقى مشكورا عايز من حضرتك الماس برسبتيت بكام، ومديك I و T تحسب له كيو، يعني 2.345 multiply 45 في 60 عشان نجيب له إيه الكيو بكام. وبعدين الإكويفلنت ماس كده كده معروفة، عندي الهيدروجين الأتوميك ماس بتاعه ب 1 وهو الفالنس ساعته ب 1 يعني ب 1، نقدر نجيب الماس برسبتيت. يبقى 2.345 multiply 45 multiply 60 times 1 divided 96500، فيطلع الإجابة 0.065. يعني من هنا الماس برسبتيت هيطلع لحضرتك 0.065 جرام، اللي هي نفس الإجابة بالظبط الأولى اللي هي 6.6 times 10 power negative 2 جرام، هي بالظبط نفس الإجابة. بعد كده بقى سؤال 42 بيقول لحضرتك calculate the mass of zinc 2 that form when a current
of 0.3 امبير is passed through a cell for 45 minutes. وعايز يعرف الوزن بكام. طيب انت الاول عندك ان الوان مول، اسف الوان فاراداي بيطلع لحضرتك 96500 كولوم، وبيخرج لحضرتك حاجة اسمها الإكويفالنت ماس. فلو حضرتك غيرت كمية الفاراديز بيتغير معاك الكيو كولوم وبيتغير معاك الماس برسبتيت. تعال نحسب واحدة واحدة مع بعض. بيقول لك عايز أحسب الوزن بتاع الزنك 2، يعني هو عايز يحسب الماس ومديك الفالنسي ومديك الأتوميك ماس. نجيب الإكويفالنت ماس على طول 63 ديفايد 2. بيقول لك وين الكرنت انتنستي ومديك الأي ومديك التي. فادي الاي ب 0.3 والتي ب 45 دقيقه في 60 تبقى بالثانيه. نحسب ساعتها الماس بير سبتيت تبقى 0.3 مالتبلاي 45 مالتبلاي 60 مالتبلاي ال 65 ديفايدد 2 ديفايدد 96500، فتطلع النتيجه ب 0.2727 جرام، اللي هي الإجابة المنطقية الوحيدة هي الإجابة A. بعد كده يجي لحضرتك سؤال 43. في سؤال 43 بيقول لك calculate the number of moles of chlorine gas، عايز يعرف عدد المولز من الكلورين. حلينا واحد شبهه اللي هي Cl2 evolved during the cross of aluminium chloride knowing that the mass of deposit aluminium at the cathode is كذا. give your answer to one decimal. بيقول لك وزن الالومنيوم اللي اترسب كان كذا، عايز يعرف بقى وزن الكلورين اللي اترسب كان كام. طيب الاول بس احنا نشتغل على الالومنيوم. انت عندك الوان فاراداي بيطلع 96500 كولوم وبيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس. بيطلع حياتك الاكس فاراديز هي بتخرج لك الكيو المختلفه وبعدين طلع لك ماس برسبتيت مختلف. تعال نتكلم الاول فور الالومنيوم. فطبعا بيقول لك ان في وزن اترسب من الالومنيوم اللي هو 10.8 جرام، وطبعا الالومنيوم هو الاتوميك ماس بتاعها ب 27 والفالنسي ب 3، تقدر تجيب الايكوفالنت ماس اللي هي ب 9. من هنا اقدر اجيب الكيو، واعتقد ان طالما السوليوشن اسمه الومنيوم كلورايد هو نفس السوليوشن، فبالتالي الكوانتيتي اللي عدت على الالومنيوم هي اللي هتعدي على الكلورين لان الاثنين في نفس البيكر. فبالتالي انا هجيب الكيو الاول للالومنيوم وهتبقى هي نفس الكيو يعتبر، يبقى 10.8 multiply 96500 divided 9، فطلعت ان الكيو ب 115800 كولوم، وطبعا ده للالومنيوم. هو بالظبط هيبقى للكلورين، هيفرق في ايه؟ ما هو نفس السوليوشن نفس كل حاجه، فبالتالي هنعمل نفس العمليه هي بس للكلورين. فيبقى للكلورين فور كلورين هيبقى برضه الوان فاراداي اللي بيطلع 96500 كولوم هيخرج الايكويفالنت ماس، ونفس الكلام ادي الاكس فاراديز هتغير لحضرتك الكيو كولوم وهيغير لحضرتك الماس بريسيبيتيت. المره دي بقى هو عايز يعرف الماس بريسيبيتيت بكام، وطبعا الايكويفالنت ماس معروفه لانها ب 35.5 على واحد الفالنسي، والكيو هي نفس الكيو، فبالتالي نقدر نجيب الماس بريسيبيتيت. فيبقى 115800 multiply 35.5 divided 96500، يبقى الماس برسبتيت من الكلورين هيطلع ب 42.6 جرام. ده كده الماس برسبتيت. هو بقى عايز الرقم بالمول مش بالجرام، وبناء عليه هنجيب عدد المولز. يبقى النمبر اوف مولز لو تفتكر بقى من شابتر 2 بيساوي ماس على مولر ماس. وطبعا مش محتاج افكرك ان الكلورين هي Cl2. الماس اللي احنا حسبناه كان ب 42.6 على Cl2 اللي هو المولر ماس بتاع الكلورين، هيبقى 35.5 تايمز 2. فمن هنا تقسم الرقم ده على الرقم ده يطلع لحضرتك ان ال 0.6 مول ده اللي حضرتك محتاجه. يبقى بناء عليه تختار الاجابه C في 43 هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 44 بيقول لحضرتك calculate the mass of silver deposit when 0.2 فاراداي passes through the silver nitrate solution. نفس الحكايه عايز الماس برسبتيت. طب ما انت عارف بقى على طول ان ال 1 فاراداي بيطلع الايكويفالنت ماس، يبقى كذا فاراداي هيخرج الماس برسبتيت، صح كده؟ اختصارا يعني للكروس مالتيبليكيشن الطويل ده. فهو عايز الماس برسبتيت بكام؟
والراجل معدي لك 0.2 فاراديز، ناقص لك بس الايكوفالنت ماس اللي هو 108 على 1 ضرب 108، تعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 0.2 في 108 ديفايدد 1 يطلع ب 21.6 جرامز، اللي هي الاجابه سي. نيجي بعد كده للسؤال 45. في 45 بيقول لحضرتك on passing 7.5 ampere of electric current for 100 minutes، مديك الاي ومديك التي، divalent metal يعني الفالنس باثنين، the mass of the cathode increased from كذا to كذا. قلنا طالما الوزن زاد من كذا لكذا تعرف تجيب الماس برسبتيت، يبقى قبل بس ما نتكلم يبقى الماس برسبتيت بيساوي 12.35 minus 10 اللي هي 2.35 جرام. الراجل عايز يعرف what is the atomic mass of the metal M، عايز يعرف atomic mass بكام. طب ما انت عارف ان ال 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج ال equivalent mass، ولو غيرنا x فاراديز هيتغير معاك ال q كولوم وهيتغير معاك ال mass precipitate. احنا معانا الحمد لله ال mass precipitate ب 2.35 جرام، ومعانا ال q اللي هي I في تي 7.5 multiply 100 times 60، والإكويفالنت ماس هنحسبه عشان نجيب منه الأتوميك ماس. يبقى نحسب الأول 2.35 multiply 96500 divided بقى 7.5 times 100 times 60، فيطلع الرقم بتاع الإكويفالنت ماس. من هنا جبنا الإكويفالنت ماس ب 5.03، والإكويفالنت ماس ده بيساوي أتوميك ماس على فالنس، وطبعا الفالنس الراجل مديها لك باتنين، فهتضرب الفالنس في الإكويفالنت ماس يجيب الأتوميك ماس، فهيطلع الأتوميك ماس ب 10.04 اللي هي الإجابة سي. نيجي بعد كده لسؤال 46. 46 بيقول حضرتك calculate the percentage of copper in 30 gram of impure copper، يعني عندك 30 جرام من الـ impure copper that was purified in an electrolytic cell using 3 ampere of electric current for 4 hours. خلاص عايز يعرف الـ percentage بتاعة الـ copper هتبقى بكام في الـ impure copper ده. طيب احنا الأول هنجيب الـ mass precipitate صح كده، وبعدين نشوف موضوع الـ impure copper ده بكام. فيبقى ساعتها الـ 1 فاراداي بيطلع هيك 96500 كولوم، وبيخرج لحضرتك الإكويفالنت ماس، لو غيرنا X فاراديز هيتغير معاها الـ Q كولوم وهيتغير معاها الـ Mass Percipitate. ركز بقى معايا، بيقول لحضرتك أنا عديت 3 أمبير لمدة 4 ساعات، يبقى الـ 3 أمبير لمدة 4 ساعات في 60 في 60 كده جبت I في T. الإكويفالنت ماس معروف طبعا ب 63.5 والفالنسي ب 2 لأن الكبر طول عمره فالنسي ب 2، أقدر أجيب دلوقتي الماس برسبتيت، يبقى 3 في 4 في 60 في 60 تايم الإكويفالنت ماس ديفايدد 96500، فطلع إن الوزن بتاع الماس برسبتيت بتاع الكبر اللي هيترسب ب 14.21 جرام. طب طالما ده الوزن بتاع الكبر الصافي اللي اترسب، وال 30 جرام دول امبيور كبر يعني كبر مش صافي يعني معاه امبيورتيز، يبقى كده بيرسنتج الكبر كام؟ بارت على التوتال في 100. يعني انا عندي كبر اهو في كبر وفي امبيورتيز، كل ده وزنه 30 جرام، وانا حسبت وزن الكبر ده بكام؟ اقدر اجيب البيرسنتج بتاع الكبر بكام؟ فساعتها بيرسنتج الكبر هتساوي بارت over total في 100. البارت انا طلعته 14.21 على التوتال ب 30، كل ده مضروب في 100، فهيطلع الرقم ده ديفايدد 30 في 100 يطلع بحوالي 47.37 اللي هي 0.4%، ودي اقرب اجابه اللي هي الاجابه A. بعدين سؤال 47 بيقول لحضرتك في 47 calculate the amount of electricity، الراجل عايز يحسب الـ Q passes through an iron 3 chloride، مديك الـ valency بـ 3، electrolyte deposit 112 gram of iron، ومديك الـ mass precipitate بكام. فساعتها طبعا الـ 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج الـ equivalent mass
السطرين دول بيحلوا كل مسائل شابتر 4. وادي اكس فارادايز بيخرج حضرتك الكيو كولوم، ويخرج حضرتك الماس ايه برسبتيت. فبالراحه بقى كده واحده واحده عليا. انت اولا عايز تحسب الكيوب كام، والماس برسبتيت معاك ب 112، والايكويفالنت ماس انت عايز تحسبها طبعا هي 55.86 على الفالنسي ب 3. تقدر تجيب الماس برسبتيت يبقى 112 في 96500 ديفايدد هذا الفراكشن اللي هو 55.86 ديفايدد 3، فتطلع عند حضرتك 5 الكيو هتطلع عند حضرتك بتساوي 580451.12 كولوم، اللي هي بالنسبة لحضرتك تطلع الإجابة الصح هي الإجابة سي. وطبعا بأكد تاني الضاد دي زيادة يا جماعة، معلش الطباعة بس الضاد دي زيادة. نيجي بعد كده للسؤال 48، بيقولوا حضرتك electrodes for electrolysis are often made from copper as it's unreactive cheap, which of the following substance would be a suitable alpelt more expensive and alternative. ايه الحاجة اللي ممكن نستخدمها برضو تكون ما بتتفاعلش كتير ولكن في نفس الوقت هي اغلى شوية عشان كده بنستخدمهاش، فبالتالي الاجابة B هي الاجابة الصحيحة. على فكرة احنا دايما كنا بنستخدم اسلاك الكوبر او اسلاك اسف الكربون او اسلاك البلاتينيوم، نظرا لان الحاجات دي لا بيحصل لها لوز ولا جين وتبقى نيوترال تماما، ولكن الكربون رخيص بنستخدمه على طول، انما البلاتينيوم اغلى شوية. ودي معلومة كده تبقى عارفها زيادة من بنك المعرفة، ان البلاتينيوم بيستخدم في ترسب المعادن البيئة، بنصنع منه الاسلاك عشان نقدر نرسب عليه الحاجه وما يحصلوش لا لوز ولا جين ولا اوكسيديشن ولا ريدكشن، زيه زي الكربون بالظبط، حاجه نيوترال تماما اللي هو الجرافايت اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده. فبالتالي الكربون حاجه نيوترال تماما بنستخدمها في صناعه الالكترودز، والبلاتينيوم نفس الكلام. نيجي بعد كده لسؤال 49، بيقول لحضرتك What name is given to the blue aqueous ionic compound in the experimental setup؟ بيقول لك الجزء البلو ده بيمثل ايه؟ طبعا الجزء البلو ده اللي هو السوليوشن بيسموه الالكترولايت، فبالتالي تستخدم الإجابة E هي الإجابة الصحيحة. نيجي بعد كده لسؤال 50، سؤال 50 ده من أسئلة بنك المعرفة وفي كده معلومة عايز أقولها لك عليها، فخلي بالك معايا من السؤال ده. بيقول لحضرتك at which electrode or electrodes is the metal deposit when the electricity is passed through the circuit using inert electrodes. بيقول لك انهي electrode يعني انهي عمود اللي هيترسب عليه المعدن when the electricity is passed through the following circuits، وفي electricity هتمشي على الcircuits دي. طيب انت الاول هنا عندك sodium chloride solution يعني sodium chloride ده في مية، وهنا sodium chloride molten، تمام كده؟ الصوديوم كلورايد المولتن ده هيتقسم طبعا الى Na positive زائد Cl negative، والصوديوم كلورايد سوليوشن نفس الكلام هيتقسم الى Na positive زائد Cl negative، بس في نفس الوقت هيتحط معاه الميه اللي هي ال H positive وال OH negative، صح كده؟ طيب تعالى على الناحيه الثانيه، نيجي هنا الاول انت عايز يقول لك المعدن هيترصف فين، وطبعا المعدن ده هو الصوديوم، فاكيد السوديوم ميتال هيجري على السلكه النيجاتيف ويحصل له عمليه البرسبتيت اللي هي عمليه الريدكشن. يعني مبدئيا دي ده هيحصل له عمليه البرسبتيت عليه، هيطلع عليه السوديوم ويحصل له عمليه الريدكشن عليه. طيب هنا بقى الناحيه الثانيه انت عندك ال Na بوزيتيف وعندك ال H بوزيتيف، المفروض ان الاثنين دول يطلعوا على السلكه النيجاتيف ويقعدوا عليهم. طيب مين فيهم اللي هيطلع ويحصل له عمليه الريدكشن؟ الاقوى منهم في الريدكشن، الاقوى منهم في ايه؟ في الريدكشن. فبالتالي هتشوف الريدكشن بتاع ده بكام والريدكشن بتاع ده بكام. فلو ساعدتك فتحت الجدول بتاع الالكتروموتيف ستيرس هتلاقي ان ال Na اهو هنا اهو الاوكسيديشن بتاعه ب 2.7 والريدكشن بتاعه بنيجاتيف 2.7، صح؟ انما الهيدروجين الريدكشن بتاعه بكام؟ بزيرو. يبقى مين فيهم اعلى في الريدكشن؟ نيجاتيف 2.7 ولا 0؟ لا طبعا الزيرو هو الرقم الاكبر في الريدكشن، فبالتالي اللي هيطلع في الحاله دي هو الهيدروجين، هو اللي هيحصل له ريدكشن مش السوديوم، نتيجه ان الهيدروجين هو الاعلى في الريدكشن، فهو اللي هيروح يقعد على السلكه بتاعه الكاثود النيجاتيف، وبالتالي هنا مش هيترسب المعدن نتيجه ان الهيدروجين هو اللي هيطلع، مش السوديوم هو اللي هيطلع نتيجه ان الهيدروجين هو الاعلى في الريدكشن، اما هنا السوديوم هو اللي هيطلع على السلكه النيجاتيف، فبالتالي السوديوم هيطلع على الالكترود رقم دي فقط لا غير، اما الكترود بي مش هيطلع عليه حاجه نتيجه ان اللي عندك ده سوليوشن.
وحته السوليوشن ومولتن وهيدروجن ومين يطلع اكتر من مين، دي حته موجوده في بنك المعرفه حبيت اقولها لحضرتك عشان تبقى عارف برضو السؤال هيتحل ازاي. بعد كده نيجي لسؤال 51 بيقول لك what products are formed from the electrolysis of concentrated NaCl. concentrated NaCl يعني ال NaCl ده مركز جدا جدا جدا، وبالتالي كمية المية فيه هتبقى قليلة جدا جدا جدا. فتعال نشوف ايه اللي هيطلع. طبعا عندك ادي NaCl وطبعا معاه مية، صح كده؟ فبالتالي عندك ال Na positive وال Cl negative، وعندك ال H positive وال OH negative. فبالتالي تعال نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. عندك مبدئيا ال H positive وال Na positive الاتنين دول المفروض يروحوا عند الكاثود، صح كده؟ ولسه احنا قايلين من شويه مين فيهم اللي هيروح عند الكاثود؟ اللي عنده reduction اعلى. فبالتالي الهيدروجين عنده reduction اعلى فهو اللي يروح عند الكاثود. اما بالنسبه للكلورين وال OH لازم تشوف مين فيهم اللي يروح عند الانود، اكيد اللي هيروح عند الانود اللي عنده اوكسيديشن اعلى. فبالتالي لو رجعت للجدول هتلاقي ان الاو اتش اهي تحت خالص، فبالتالي ما بتحبش الاوكسيديشن، انما السي ال هي اللي هتحب الاوكسيديشن. فبالتالي هنختار ان السي ال هي اللي هيحصل لها عمليه الاوكسيديشن. فبالتالي من هنا نقدر نقول ان الان ايه مش هيحصل له ريدكشن، وهنقول ان الاو اتش مش هيحصل له اوكسيديشن، يبقى هيطلع لك الاتش عند الكاثود وهيطلع لك السي ال عند الانود، باعتبار ان الاتش هو الرقم الكبير في الريدكشن وباعتبار ان السي ال هو الرقم الكبير في الاوكسيديشن. فبالتالي في سؤال 51 هنختار ان الهيدروجين يطلع عند الكاثود والكلورين يطلع عند الانود، اللي هي الاجابه اي. بعد كده بيقول لحضرتك في سؤال 52 بيقول لحضرتك what products are formed from the electrolysis of diluted sodium chloride solution. نفس الكلام بالظبط، diluted من concentrated مش فارقه، ما هو كده كده في ميه، فبالتالي هيبقى نفس الاجابه تعتبر، نظرا لان ال NaCl هيتقسم لبوزيتيف ونيجاتيف وفي ميه طبعا اللي هي ال H وال OH، فبالتالي نفس الكلام ال H هو اللي هتصعد، فبالتالي ال H هي اللي هيحصل لها عمليه ريدكشن والسي ال هي اللي يحصل لها عمليه الاكسديشن. فبالتالي ده اللي هيطلع وده اللي هيطلع، والاثنين دول مش هيطلعوا نتيجه ان هم ضعاف. فبالتالي نختار الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه، ان الهيدروجين هيطلع عند الكاثود والكلورين يطلع عند الانود. بعدين بيقول لحضرتك في سؤال 53 سؤال 53 برضو من أسئلة بنك المعرفة كده العجيبة شوية، يقول لحضرتك which of the following equation represents the electrolysis of water. يعني لو عدينا كهرباء في المية ايه اللي هيحصل في المية؟ طبعا مبدئيا كده المية عبارة عن H2O، او حضراتكم ممكن تكتبوها HOH عادي جدا، الاتنين واحد. فاول لما هتطلع في صورة HOH وتعدي فيها الكهرباء هتتقسم الى H positive زائد OH negative، وطبعا الـ H positive تروح على السلك النيجاتيف والـ OH النيجاتيف تروح على السلك الايه البوزيتيف. فمبدئيا كده بنلاقي ان الاتشات البوزيتيف لما بتروح على السلك النيجاتيف ويحصل لها جيننج بتتحول الى هيدروجين جاز اللي هو الـ H2. اما بالنسبه للـ OH هيروح هناك ويحصل له لوز، فساعتها لما يحصل له لوز مش هيطلع جاز مثلا اسمه OH ولا في بريسيبتيت اسمه OH. فايه اللي بيحصل؟ بنبتدي الاكسجين دي تنفصل عن الهيدروجين، وساعتها الهيدروجين اللي هنا تتحد مع الهيدروجين اللي هنا وتكون لك الهيدروجين جاز دي، وتتبقى الاكسجين لوحدها. فالاكسجين لوحدها دي تطلع لحضرتك اكسجين جاز، بس طبعا الاو بتبقى او ولا او 2؟ لا، او 2 جاز. فبالتالي انت محتاج ميه واحده ولا اتنين عشان يطلع او 2؟ لا، محتاج اتنين ميه. فعشان كده بيطلع لك اكسجين مولكيول بالمنظر ده وبيطلع لك اتنين H2 بالمنظر ده، نظرا لان كل حاجه ساعتها بقى بتضرب في اتنين. فبالتالي الالكتروليسيس بتاعه الميه بتطلع حياتك هيدروجين جاز وتطلع حياتك اكسجين جاز بالمنظر ده. فبالتالي نختار الاجابه اي هي الاجابه الصحيحه. بعدين نيجي لسؤال 54 بيقول لحضرتك في 54 which of the following keywords related to the electrolysis can be defined as a substance or mixture that contain mobile ion that can undergo electrolysis. كلمة mobile ion يعني ions بتتحرك يحصل لها عملية الالكتروليسيس. مين في دول عنده ions بتتحرك تقدر تعمل لك عملية الالكتروليسيس؟ طبعا اللي عنده ions بتتحرك هو الالكترولايت. واحد يقول لي مستر طب
ليه مش السولت مثلا؟ السولت ممكن يكون ما فيهوش ايونز، ممكن يكون مش داير في ميه او مش سايح، فبالتالي ما فيهوش ايونز ممكن ما يتحركش. انما الالكترولايت ده معناه ان هو خلاص فيه ايونز وجاهز ان الايونز دي تتحرك. نيجي بعد كده لسؤال 55، بيقول لحضرتك كوبر ميتال is deposit at the cathode during the electrolysis of molten copper chloride، يعني copper chloride سايح. What substance produced at cathode during the electrolysis of a aqueous solution of copper chloride؟ يعني بيقول لك أثناء ما هو كان molten طلع لك الكوبر ميتال عند الكاثود، تمام؟ بيقول لك طب إيه اللي هيحصل عند الكاثود لو عملنا aqueous copper chloride؟ يعني بالراحة كده آدي الكوبر كلورايد لما هيتفك هيديك كوبر بوزيتيف 2 زائد 2 سي ال نيجاتيف، تمام؟ وهو معاه ميه هيبقى عندك اتش بوزيتيف زائد او اتش نيجاتيف. ركز بقى معايا دلوقتي، احنا عايزين اللي هيحصل عند الكاثود، وما تنساش ان الكاثود هو كان النيجاتيف بول، فهيجري عليه الحاجات البوزيتيف. مين بقى اللي هيطلع في دول ويحصل له عند الكاثود عمليه الريدكشن؟ هنشوف مين فيهم الاقوى في الريدكشن، الكوبر هو الاقوى ولا الهيدروجين هو الاقوى، وتعالى نشوف مع بعض. لو فتحنا الجدول هتلاقي الكوبر في الريدكشن بوزيتيف 0.34 والهيدروجين في الريدكشن بزيرو، فبالتالي مين اعلى في الريدكشن؟ الكوبر. خلاص يبقى الكوبر هو اللي هيحصل له ريدكشن وهننفض للهيدروجين، يبقى برضو الكوبر هو اللي هيطلع بدون اي مشكله، فساعتها الكوبر هو اللي هيطلع، فبالتالي كوبر ميتال از ديبوزيت في سؤال 55 الاجابه دي. نيجي بعد كده لسؤال 56، بيقول لك an active metal electrode was found to lose mass as the oxidation reduction reaction was allowed to proceed. Which part of the cell was the electrode a part of? ال active metal اللي هيعمل عملية lose للماس اللي هيفقد الوزن بتاعه طبعا مليون في المية هو بيبقى الانود، اللي هي الإجابة A نظرا للانود هو اللي بيفقد، وهو بالتالي اللي بيفقد الالكترونز بتاعته. نيجي بعد كده لسؤال 57، معلش سؤال 57 ده هنأجله المرة اللي جاية عشان لسه فكرته تتقال المرة اللي جاية في الدرس الرابع من شابتر 4. نيجي بعد كده بيقول لحضرتك في سؤال 58، Which one of the following molten salt would not produce sodium metal when electrolyzed؟ مين في دول لو عملنا له electrolysis مش هيطلع sodium metal؟ أكيد الحاجة اللي ما فيهاش sodium، اللي هي الإجابة A، ده الوحيد اللي مش هيطلع sodium. سؤال 59، What happened to the mass of the anode and that of cathode during the electrolysis of copper 2 sulfate using two copper electrode؟ طبعا احنا اتفقنا ان انت لو عندك مثلا ادي solution من الكوبر سلفيت، وبيقول لحضرتك انا هنا عندي سلكتين والسلكتين دول مصنوعين من مادة الكوبر، خلاص؟ فادي البوزيتيف وادي النيجاتيف، فادي الانود وادي الكاثود، وبيقولوا حياتك ان السوليوشن ده كوبر سلفيت، صح كده؟ فبالتالي طبعا اول لما الكهرباء هتعدي جوه السوليوشن هيبتدي الكوبر يتقسم الى بوزيتيف ونيجاتيف، فطبعا الكوبر البوزيتيف هيترسب على السلك النيجاتيف، فبالتالي وزن الكاثود لازم يزيد. اما بقى السلكه البوزيتيف اللي هي بتاعت الانود هينزل منها الكوبر، دي يحصل لها عمليه اوكسيديشن لان هي مصنوعه من الكوبر اصلا، فبالتالي الكوبر يبتدي يحصل له عمليه اوكسيديشن، فاحنا متعودين ان وزن الانود بيقل انما وزن الكاثود هيبتدي ايه؟ هيبتدي يزيد، فبالتالي نختار ان وزن الانود هيقل ووزن الكاثود هيزيد. يبقى في سؤال 59 وزن الانود هيقل ووزن الكاثود هيزيد، اللي هي الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. سؤال 60، بيقول حضرتك in the diagram shown which electrode is on the right، مين اللي هيبقى على اليمين؟ فطبعا الموضوع واضح وصريح، البوزيتيف ايونز هتجري هنا والنيجاتيف ايونز تجري هنا، فطبعا البوزيتيف ايون لما هتجري هنا البوزيتيف ايون هتجري على الحاجات النيجاتيف، يبقى دي السلكه النيجاتيف، وما دام دي السلكه النيجاتيف يبقى دي سلكه الكاثود، يبقى كده الكاثود هو اللي على اليمين. طب وهي اتراكت مين؟ هي اتراكت الكاتاين اللي هو البوزيتيف ايون، فبالتالي الاجابه سي تبقى هي الاجابه الصحيحه. في سؤال 60 الاجابه معاك سي. سؤال 61، which molten salt would produce sodium metal and chlorine gas؟ مين اللي هيطلع صوديوم ميتال وكلورين جاز؟ اكيد اللي فيه صوديوم وفيه كلورين، اللي هي الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه.
62 يقول لك which of the following is best description of the electrolysis، مين من الحاجة الآتية هي الشرح الوافي لعملية الالكتروليسيس أو التعريف الصريح لعملية الالكتروليسيس. أول واحدة the use of an electric current to drive the solution of a solid، أنت عندك حاجة solid بتحولها لسوليوشن؟ لا. use of electric current to drive a chemical reaction in a liquid، أنا بستخدم الرياكشن بستخدم الكهرباء عشان أعمل رياكشن في liquid، فبالتالي الإجابة B هي أدق إجابة. 63 بيقول لحضرتك in a laboratory demonstration of the electrolysis of zinc iodide a teacher melt the compound before turning the electrolysis what is the reason for this step in the procedure، ليه الأول بنسيح الزنك ايودايد قبل ما نبتدي نعمل له عمليه الالكتروليسيس او قبل ما ندخل فيه الالكتريسيتي؟ انا بديهي مش هستخدمه سوليد، لازم استخدمه سايح سواء بقى سوليوشن او سواء يكون مولتن، فبالتالي ادق اجابه تبقى this step ensure good connection between the substance and the electrodes، لا طبعا zinc anion ion must be free to move، طبعا لازم يسيح ويبقى الايونز موجوده عندك عشان يبتدي يحصل عمليه الالكتروليسيس، فبالتالي الاجابه بي هي احسن اجابه. 64 بيقول لحضرتك barium metal can be obtained through the electrolysis of molten salt which of the following equation show the reaction occurring at the negative electrode. نيجاتيف الكترود طبعا النيجاتيف الكترود ده اللي هو الكاثود، فالكاثود بيحصل عنده جين وبيحصل عنده ريدكشن، فتعال نشوف الجين والريدكشن هيحصلوا ازاي. طبعا الباريوم ايونز لازم هي اللي هتاخد الالكترون، وبناء عليه لازم تختار ان الباريوم بوزيتيف 2 هتاخد 2 الكترون، لان الباريوم طول عمرها داي فالنت، فدايما هتاخد 2 الكترونز وتتحول الى باريوم ميتال بيرسبتين. اعتقد ادق اجابه فيهم هي تبقى الاجابه، لا مش سي معلش، تبقى الاجابه دي هي احسن اجابه في سؤال 64، لان الباريوم بوزيتيف 2 هياخد 2 الكترون ويتحول الى باريوم زيرو ميتال. سؤال 65 بيقول لحضرتك in the electrolysis what is the name of the negative electrode in an electrolytic cell؟ طبعا النيجاتيف الكترود هو الكاثود، فبالتالي سعادتك في 65 تختار الاجابه كاثود. نيجي بعد كده لسؤال 66 بيقول لحضرتك lead bromide is electrolyzed using apparatus shown، ومعلش الاباراتس بس هو في مترحل تحت شويه الرسمه اللي هو الاباراتس ده الجهاز المستخدم. which statement correctly state the product of formed at the electrodes؟ طبعا دي الجرافايت electrodes لا بتعمل لوز ولا بتعمل جين، الحاجات بس بتتراكم عليها. طيب انا لو عندي lead bromide هو ال PbBr2 هيبتدي يتفك ويدي لحضرتك PB positive 2 زائد ال BR النيجاتيف، بس طبعا دي في 2 عشان البالانس. وطبعا عند الانود اللي هو البوزيتيف هيطلع حضرتك البرومين جاز، وعند الكاثود النيجاتيف يطلع عند حضرتك الليد ميتال ويترسب، زي بالظبط الكوبر كلورايد ما كنا عملناه بس ده ليد بروميد، فبالتالي عند الانود هيطلع الميتال وعند الكاثود هيطلع الجاز، فبالتالي نختار الإجابة في 66 هي الإجابة دي، إن الليد ميتال هيطلع عند الكاثود أما البرومين جاز هيطلع عند الآنود. يبتدي البرومين جاز اللي هو النيجاتيف يطلع على السلكة البوستيف اللي هي بتاعة الآنود، ويبتدي البي بي البوستيف يتراكم كميتال عند السلكة بتاعة الكاثود النيجاتيف، فبالتالي الإجابة الصح تبقى الإجابة دي. نيجي لسؤال 67 بيقول لحضرتك which molten salt would produce magnesium metal and bromine gas in when electrolyzed، لازم يكون في مغنيسيوم وبرومين، فبالتالي نختار الإجابة A هي الإجابة الصحيحة. نيجي بعد كده لسؤال 68 بيقول لك why is a graphite electrode often used in laboratory في الالكتروليسيس experiment، طبعا لأن الجرافايت هي لا بتعمل لوز ولا بتعمل جين، يعني تكاد تكون ما بتتفاعلش أصلا، فبالتالي هي inert نظرا إن هي ما بتتفاعلش نهائيا. 69 in electrolysis what is the name of the positive electrode in an electrolytic cell، ال positive electrode ده اللي هو الانود اللي هي الإجابة E. نيجي بعد كده لسؤال 70 بيقول لحضرتك في سؤال 70 which of the following ionic particle are poor in electron، فقيرة في الإلكترون، مين من الأيونز بتكون فقيرة في الإلكترون وبتوصل الكهرباء عن طريق المولتن سولتس أو السوليوشن؟ طبعا اللي فقيرة في الإلكترونز هي اللي عندها إلكترونز قليلة وهي البوزيتيف أيونز، وطبعا البوزيتيف أيونز دي بيسموها الكاتاينز، فبالتالي اللي دايما هتلاقيها فقيرة في الإلكترون هي البوزيتيف أيون اللي هي الكاتاين، أما لو قال لك ريتش إن إلكترون طبعا بتبقى النيجاتيف أيون اللي هي الأنين. طيب
سؤال 71 بيقول لحضرتك What is the scientific name of the type of the electric circuit أو electric cells in which the component of an electrolyte solution are separated by using external source؟ مين اللي بنستخدم فيها الالكتريستي عشان نفصل مكونات السوليوشن عن طريق الكهرباء؟ طبعا دي الالكتروليتك سيلز، اللي هي الإجابة سي. 72 What happened to the cation and the anion when applying electric current in the electrolytic solution of an electrolytic cell؟ طبعا زي ما انتم عارفين الالكتروليتك سيل اهي بالمنظر ده، لو عندك بوزيتيف ايون وعندك نيجاتيف ايون وعندك بطاريه بالمنظر ده، وطبعا البطاريه ده الجزء البوزيتيف اللي فيها وده النيجاتيف، وطبعا البوزيتيف هو الانود والنيجاتيف هو الكاثود، فهتلاقي دايما ان البوزيتيف ايونز بتجري على الكاثود النيجاتيف، اما النيجاتيف ايون تجري على الانود البوزيتيف. فتعال نشوف مين اصح اجابه في الاجابات الاتيه. الانين moved toward the cathode، الانين اللي هي الحاجات النيجاتيف هتروح ناحيه الكاثود؟ لا طبعا. الانين moved toward the anode to be oxidized while cation moved toward cathode to be reduced، طبعا دي احسن اجابه فيهم، ان دايما الانين هتروح ناحيه الانود ويحصل لها اوكسيديشن، اما الكاثاين تروح ناحيه الكاثود ويحصل لها عمليه الريدكشن. بعد كده نيجي لسؤال 73. في 73 بيقول لحضرتك copper 2 chloride is electrolyzed in electrolytic cell like the one represented in the following figure. Determine the charge of x and y and write the equation of the reaction at occur that occur at their electrode. طيب مبدئيا كده انت عندك x و y، ادي ده x وده y. لو خدت بالك ده الكوبر كلورايد، طبعا Cu positive والCl negative، فواضح ان الCl negative جت هنا، وطالما جت هنا يبقى ده الالكترود البوزيتيف، والكوبر البوزيتيف جت هنا، وطالما جت هنا يبقى ده الالكترود النيجاتيف. يبقى واضح قوي ان x هو البوزيتيف وان y هو الايه النيجاتيف، يبقى x بوزيتيف وy نيجاتيف، فبالتالي ادق اجابه فيهم في سؤال 73 تبقى هي الاجابه بي، ان x بوزيتيف وان y نيجاتيف، وكمان الكلورين هيحصل لها عمليه الاكسيديشن والكوبر يحصل لها عمليه الريدكشن، لان لو افترضنا مع بعض ان x ده هو البوزيتيف يعني لازم يبقى هو الانود فيحصل عنده لوز، اما اذا كان واي ده هو النيجاتيف فهو اللي هيبقى الكاثود اللي هيحصل عنده الجين. نيجي بعد كده لسؤال 74 يقول لك which of the following graph represents the change in the cathode mass with time during the electrolysis of copper 2 sulfate by using two copper electrode. عايز يعرف اللي هيحصل للوزن بتاع الكاثود. طبعا الكاثود دايما هيتراكم عليه الميتال، وبالتالي لما هيتراكم عند حضرتك الميتال يبتدي الوزن يزيد، فبالتالي نختار الإجابة C. ليه بقى الإجابة C؟ لأن أصلا من البداية أنت عايز الوزن يزيد، بس مبدئيا كده أنت أصلا الكاثود عنده وزن، وبالتالي هو بيقول لك التغير بتاع الوزن بتاع الكاثود، يعني هو مش بيسألك على وزن الكاثود، بيسألك على التغير اللي هيحصل فيه، يعني هو أوريدي كان عنده وزن، عند زيرو كان عنده وزن، وبعد كده لما ابتدى يتعدي عليه الكهرباء ابتدى الوزن ده يزيد، فبالتالي نبتدي نختار الإجابة C هي الإجابة الصحيحة اللي هي طبعا موجودة في اختيار A، إنما طبعا دي ما تنفعش نظرا لأن الوزن هنا في سؤال A مبتدي من عند زيرو، وطبعا وزن الكاثود أو الماس اوف كاثود ما كانش صفر، الوزن الكاثود ليه وزن أصلا لأن الكوبر إلكترود ده معدن من الكوبر كان محطوط عند الكاثود، فبالتالي كان ليه وزن من البداية، فلازم نختار الإجابة C مش الإجابة A. نيجي بعد كده لسؤال 75، في 75 بيقول لحضرتك which of the following is true about the electrolytic solution؟ ايه الصح عن الالكتروليتك سوليوشن؟ All electrolytic solution are electrically neutral because the sum of positive charge on cation equals the sum of negative charge on anion. طبعا اجابه صحيحه مليون في المية، اي سوليوشن دايما بيبقى البوزيتيف تشارج اللي فيه قد النيجاتيف تشارج اللي فيه. 76 بيقول لحضرتك في 76 an electrolytic cell is formed of many different components. What is the name is given to the liquid? الليكويد طبعا اسمه الالكترولايت. السؤال الثاني بيقول لك what name is given to the conductive material that move a charge either to or from the liquid. الconductive material اللي بيوصل الكهرباء من الليكويد للباتري او من الباتري للليكويد، فبالتالي طبعا اسمه الالكترودز اللي هي الاسلاك اللي هي الوايرز يعني. نيجي بعد كده لسؤال 77 بيقول لك الالكترولايت سوليوشن از الكتريكال نيوترال بيكوز. هو الالكترولايت سوليوشن بيبقى نيوترال ليه؟ لسه حالين واحد شبه ده بالظبط. ليه بقى بيكون نيوترال؟ ذا نمبر اوف كاتاين ايكوال ذا نمبر اوف انين. لا،
ده هو السم اوف بوزيتيف تشارج ايكوال اوف كاتاين ايكوال ذا سم اوف نيجاتيف تشارج. اه طبعا النيجاتيف تشارج لازم تبقى قد البوزيتيف تشارج، فعشان كده الاثنين بيبقوا قد بعض فبيبقى نيوترال. 78 بيقول لحضرتك with passage 0.5 ampere for نص ساعه 0.2612 precipitate، عايزين نعرف الايكويفالنت ماس بكام. طب بالراحه كده عليا، انت عندك ان ال1 فاراداي كان بيطلع لحضرتك 96500 كولوم وبيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس، وبالتالي لو غيرنا الاكس فاراديز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت. بالراحه بقى عليا واحده واحده بعد اذنك. With a passage of 0.5 ampere الراجل مديك الاي ومديك التي، فعن طريق الاي والتي تعرف تجيب الكيو، بس طبعا لازم نحولها. الاي هي ب 0.5 والتي ب 0.5 بس بالاور، فهنضربها في 60 وكمان في 60 عشان تقابل سكند. وبيقول لك ان الماس برسبتيت 0.2612، فعايزين نعرف الايكويفالنت ماس بكام. بسيط، يبقى 0.2612 multiply 96500 divide 0.5 multiply 0.5 multiply 60 multiply 60، تطلع ان الايكويفالنت ماس ب 28 بالظبط. فيطلع حياتك الايكويفالنت ماس ب 28 اللي هي الاجابه ب في 78. يبقى كده سؤال 78 الاجابه فيه هي الاجابه ب. نيجي بعد كده للسؤال 79، بيقول لك the amount of electricity required to reduce a mole of iron positive 2 ل iron positive 3 is equal كام؟ اقول لحضرتك هو من positive 2 ل positive 3 يعني هياخد الكترون واحد، وطبعا اللي هياخد الكترون واحد ده بيحتاج ال1 فاراداي او بيحتاج ال 96500 كولوم عشان يرسب لك الايكويفالنت ماس. وطبعا انا قلت لكم قبل كده ان الايكويفالنت ماس هو الوزن اللي بيرسب الكترون ايه واحد او اللي بيحتاجه الالكترون واحد، فبالتالي انا محتاج كميه الكهرباء اللي محتاجه الكترون واحد، فبالتالي في سؤال 79 لازم اختار ال 96500 كولوم عشان فيه الكترون واحد بس هو اللي هيحصل له جين من البوزيتيف 2 للبوزيتيف 3. بعدين نيجي لسؤال 80، بيقول لحضرتك in one of the copper purification process the weight of the cathode increased by كذا passing through the cell كام فاراداي؟ احنا زودنا او وزن بتاع الكاثود زاد او البريسبتيت يعني اتكون بقد كذا. طب بالراحه عليا، حضرتك عارف ان ال1 فاراداي بيطلع لك الايكويفالنت ماس، صح كده؟ يبقى انت محتاج كام فاراداي عشان ترسب الوزن ده 635؟ طيب هو الايكويفالنت ماس اصلا بتاع الكوبر كان ب 63.5 على 2 اللي هو 31 75، فبالتالي انت عشان تحسب كميه الفاراديز بكام هتضرب 635 multiply 1 فاراداي divided 131.75، فيطلع ان كميه الفاراديز ب 20 فاراداي، فبالتالي في سؤال 80 الاجابه تبقى سي لان كميه الفاراديز اللي هتحتاجها هتبقى اللي هي ب 20 فاراداي. في سؤال 81 بيقول حضرتك the number of moles، عايز احسب عدد المولز من النيتروجين جاز، النيتروجين جاز اللي هو الN2 جاز اللي هيتكون لما عدي 12 فاراداي جوه هذا السوليوشن. طبعا من السوليوشن ده اقدر اطلع الفالنسي بتاعت النيتروجين اللي هي ب 3. طيب حضرتك عارف ان ال1 فاراداي بيطلع لك الايكويفالنت ماس، ولو غيرنا الاكس فاراديز هيتغير معاك الماس برسبتيت. الاول بس نحسب الايكويفالنت ماس. الايكويفالنت ماس انت محتاج الاتوميك ماس، وعلى فكره النيتروجين الاتوميك ماس بتاعها ب 14 بما انك اوبن بوك تعرف تطلعها من البريودك تيبل، فبالتالي الايكويفالنت ماس يبقى 14 على 3. وبيقول لك انا عديت 14 12 اسف فاراداي، فادي ال 12 فاراداي اللي انت عديته، من هنا اقدر اجيب الماس. ولما تحسب الماس ساعتها تجيب النمبر اوف مولز، فساعتها تقسم الماس هيبقى عباره عن كروس مالتيبليكيشن، فهيطلع راحتك ان الماس برسبتيت بيساوي 56 جرام. عايزين بقى النمبر اوف مول، فالنمبر اوف مولز بيساوي ماس على مولر ماس من شابتر 2. الماس بكام؟ ب 56. طب والمولر ماس بكام؟ اقول لحضرتك المولر ماس عند حضرتك هي النيتروجين ان ولا ان 2؟ ان 2 والان الواحده ب 14، يبقى هما 2 في 14 زي شابتر 2 بالظبط. يبقى الماس على المولر ماس لما تقسم الحسبه دي يطلع لك ب 2 مولز في النهايه، فساعتها يتكون عند حضرتك 2 مول من النيتروجين لما تعدي 12 فاراداي. نيجي بعد كده ل 82، بيقول حضرتك the amount of electricity in Faraday is required to reduce 1 mole of manganese cation
ان بوتاسيوم برمنجنيت، تومنجانيز كاتاين ان مانجانيز دايوكسيد. لا بالراحه علي، انت عندك المنجنيز ان بوتاسيوم برمنجنيت اللي هو الكي ام ان او 4، وعايز يحوله الى منجنيز في المنجنيز دايوكسيد اللي هو الام ان او 2. لا ركز معايا، انت عايز تعرف المنجنيز هنا بكام والمنجنيز هنا بكام. لو عرفت اتحلت الفالنسي بتاعته او البوزيتيف تشارج بتاعته بكام. طبعا لو تفتكر كنا بنحسب الكلام ده في تشابتر 2، تشابتر 1 اسف، التوتال تشارج كان بيبقى بزيرو. لو عايز تحسب المنجنيز ده كنت بتسميه اكس. الاكسجين الواحده بتجين 2 الكترون يعني نيجاتيف 2، هم اكسجينتين يبقوا نيجاتيف 4، يبقى المنجنيز هنا بوزيتيف 4 صح. طب المنجنيز هنا كان كام؟ تعال نشوف التوتال تشارج بزيرو، اللي عايز تحسبه ده تسميه اكس اللي هو المنجنيز. البوتاسيوم ده طول عمره بوزيتيف 1، اما بالنسبه للاكسجين بتجين 2 الكترون فبنيجاتيف 2، هم 4 يبقوا نيجاتيف 8. لو حسبت الاكس هنا يطلع بوزيتيف 7. يعني انت عايز تحول منجنيز بوزيتيف 7 لمنجنيز بوزيتيف 4، يعني محتاج تخليه يكتسب 3 الكترونات. ولو تفتكر هو عشان يكتسب 3 الكترونات انت الفاراداي بيخليك تكتسب الكترون واحد، فبالتالي عشان تكتسب 3 الكترونات فانت محتاج 3 فاراداي، محتاج 3 الكترونات. الالكترون الواحد بيحتاج 1 فاراداي، يبقى الثلاث الكترونات هيحتاجوا 3 فاراداي، فبالتالي الاجابه الصحيحه في 82 تبقى الاجابه سي اللي هو 3 فاراداي، عشان انت محتاج 3 الكترون او 3 فالنس يعني. فبعد كده نيجي لسؤال 83. في 83 بيقولوا حاجه تجيب كوانتيتي اوف الكتريستي ومديك الكيو into a salt solution then one atomic mass of the metal is precipitated so the equivalent mass هيساوي كام؟ بيقول لك لو quantity of electricity بتساوي الرقم ده عدت في salt then one atomic mass of the metal is precipitated، الاتوميك ماس هيترسب، يبقى الايكويفالنت ماس so the equivalent of the metal بيساوي كام؟ الايكويفالنت او الوزن المكافئ للمتال يساوي كام؟ تعال نشوف. ادي عندك ال1 فاراداي اللي هي بتطلع 96500 كولوم، بتخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس، ولو غيرنا الاكس فاراديز هيتغير معاها الكيو، هو مديك الكيو اللي هو غيرها 289500 كولوم، ودي هترسب لحضرتك 1 اتوميك ماس، يعني هترسب لك الاتوميك ماس صح كده. طيب تعالى بقى افكرك بحاجه، هو مش الايكويفالنت ماس ده كان بيساوي اتوميك ماس على الفالنسي؟ يعني اقدر اشيل الاتوميك ماس واقدر اجيب الفالنسي، فبالتالي اشيل الايكويفالنت ماس واحط اتوميك ماس على الفالنسي. لو حسبنا بقى الفالنسي بكام هنقدر نحسبها؟ اه عادي، هتضرب الرقم ده في ده على ده يديك الحته دي بكام صح؟ فده دلوقتي تحصل الاتوميك ماس، بس طبعا الاتوميك ماس من هنا يطير مع الاتوميك ماس من هنا، فالفالنس تطلع بكام؟ هيبقى الرقم ده على الرقم ده، فساعتها 289500 ديفايدد 96500 تطلع الاجابه ب 3، فيبقى الاجابه الصحيحه في السؤال ده هي ب 3. ليه؟ لان الاتوميك ماس هتروح مع الاتوميك ماس، فساعتها الاجابه الصحيحه في سؤال 2 83 هي الاجابه سي اللي هي ب 3 فاراداي، باعتبار ان من هنا الاتوميك ماس يروح مع الاتوميك ماس، فعشان تحسب الفالنسي فهتاخد الرقم ده ديفايدد هذا الرقم يديك الفالنسي بكام، فبكده تحسب الفالنسي ب 3. نيجي بعد كده لسؤال 84. في سؤال 84 بيقول لحضرتك a copper جولد الوي، يعني الوي معمول من الكوبر والجولد، الوزن بتاعه 10 جرام ذات از بليسد از ا كاثود ان ذا الكتروليسيس سيل، the percentage of copper in the alloy if a current intensity عدينا من ال current 250 امبير is required for 2 hours 2 minutes اسف to finish the electrolysis بتاعت ال copper sulfate assuming gold fall below the anode، ان الجولد تحت الانود، يعني الجولد ده هيقع تحت. ما علينا، طيب احنا بقى عايزين نعرف الوزن اللي هيترسب قد ايه. طب ما بالراحه كده، انت مبدئيا عندك ال 1 فاراداي بيطلع لحضرتك 96500 كولوم وبيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس. الاكس فاراديز لو اتغيرت يتغير معاها الكيو ويتغير معاها الماس برسبتيت. بالراحه بقى عليا، انت معاك الالوي ده على بعضه اللي وزنه 10 جرام هو عباره عن جولد وكوبر، خلاص هو عايز الكوبر اللي هيترسب قد ايه وعايز يعرف البرسنتج بتاعته قد ايه. طيب يعني عايزين نعرف الماس برسبتيت ومن هنا نقدر نجيب البرسنتج. طيب الكوبر الايكويفالنت ماس بتاعه اتوميك ماس ب 63.5، وطبعا الفالنس بتاع الكوبر ب 2، الكيو نقدر نحسبها، الراجل مديك الاي ب 250
في التي لمدة دقيقتين، يعني 2 في 60. من هنا تقدر تجيب الماس برسبتيت، نحسب الماس برسبتيت كده مع بعض، يبقى 250 في 2 في 60 تايم ال 63.5 على ال 2 ديفايدد 96500. من هنا قدرنا نجيب ان الماس برسبتيت بحوالي 9.8 جرام. طب وطالما الماس برسبتيت بكذا، احنا عايزين نجيب البرسنتج بقى بتاعه بقد ايه، فبالتالي ناخد البوينت على التوتال في 100، يبقى الرقم ده على 10 في 100 يطلع الرقم ب 98.7، اللي هي الإجابة بي، هي الإجابة الصحيحة. وبكده نكون جبنا البرسنتج بتاعة الكوبر اللي موجود بكام في سؤال 84، هي الإجابة بي. بعد كده نيجي بقى لسؤال 85، بيقول لحضرتك في 85 it's necessary to precipitate gram per atom of metallic X an electric current ال quantity بتاعته قد كذا the metal oxide is A. طيب مبدئيا بس احنا عايزين نجيب كمية الفارادايز، لان احنا في جرام بر اتوم بنستخدم ان الفارادايز بتساوي زد في 1 اف. فالراجل مديك الكيو بكام، عايزين نجيب الفارادايز بكام. طب ما انت عارف ان ال 1 فاراداي ب 96500 كولوم، يبقى ال 19300 كولوم يطلعوا كام فاراداي؟ نحسب بالكروس مالتيبليكيشن سريعا، يبقى 19 divided 96500 يطلع ب2 فاراداي. وطالما حضرتك محتاج 2 فاراداي عشان ترصب الكميه دي، يبقى الزد دي بكام؟ اكيد الزد دي ب2، فبدام الاكس الفالنس بتاعته ب2 والاكسجين الفالنس برضه بتاعته ب2، فالكومباوند اللي هيطلع هيبقى اسمه الاكس او اللي هو الكومباوند A. فايه هي الاجابه الصحيحه في سؤال 85؟ سؤال 86 بيقول لحضرتك all of the following occur by the electrolysis of copper sulfate، كل الحاجات الاتيه تحصل بالالكترولوس بتاعت الكوبر سلفيت and the electrodes or platinum except، يعني كل الحاجات الاتيه هتحصل للالكترولوسيس بتاعت الكوبر سلفيت لما استخدمنا الالكترود اوف بلاتينيوم ما عدا حاجه. طيب اولا بس ادي البيكر اللي احنا هنستخدمها، وطبعا السوليوشن بتاع الكوبر سلفيت ده سوليوشن لونه ازرق لو تفتكروا. وبعدين ادي البطاريه وادي السلكتين عادي جدا، وطبعا الجزء البوزيتيف هو الطويل ده اللي هو الانود، والجزء النيجاتيف اللي هو القصير ده هو الجزء بتاع الكاثود. طبعا السي يو بوزيتيف والسلفيت نيجاتيف، فطبعا السي يو يبتدي يطلع على السلكه بتاعه الكاثود ويبتدي يترصب بالمنظر ده. وطبعا لما السي يو هيخلص من السوليوشن، لون السوليوشن هيبتدي يقل، وطبعا البرسيبتيت لما هيتكون البرسيبتيت هيبتدي يزيد. الجزء الثاني بقى ان المفروض ان السلفيت يطلع على الجزء الانود اللي هو النيجاتيف، بس طبعا السلفيت لا بيحصل له بريسيبتيت ولا حاجه، ممكن يطلع شويه اكسجين جاز ولا حاجه، لكن اكتر من كده مش هيحصل. فبالتالي الجزء بتاع الانود مش هيتاكل ولا هيحصل له اي حاجه. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل. بيقول لك the color of the solution fades، طبعا لون السوليوشن لازم هيقل ولازم هيختفي مع الوقت. the mass of the cathode increase، اكيد وزن الكاثود هيزيد لما الكوبر يطلع يقعد عليه. The anode is worn out، هل الانود ده هيتاكل ووزنه هيخلص؟ لا طبعا لا هيتاكل ووزنه هيخلص، نتيجه ان البلاتينيوم عمره لا بيحصل له لوز ولا بيحصل له جين، زيه زي الجرافايت بالظبط. It consume electricity، طبعا الكهرباء هيستخدموها في الجهاز. بعدين سؤال 87 بيقول لك all of the following occur by the electrolysis of copper sulfate solution and the electrode with copper. الالكترود بقى المره دي معمول من ايه؟ معمول من الكوبر. يعني نفس الرسمه هي بالظبط، بس الفرق الوحيد ان الالكترود المره دي معمول من الكوبر. يعني اتفرج بقى، الفرق الوحيد ان الالكترود اللي هنا ده معمول من ايه؟ معمول من الكوبر. طيب بص بقى ايه اللي هيحصل. بص يا سيدي، معمول من الكوبر يعني ده معناه ان في قطعه هنا محطوطه من الكوبر، الالكترودز او الاسلاك دي محطوطه من الكوبر. فطبعا الكوبر عند الانود عادي جدا هيحصل له لوز ويحصل له عمليه اوكسيديشن. فتعالى بقى نشوف ايه اللي هيحصل. اولا هل السوليوشن لونه هيفيدز؟ طبعا السوليوشن لونه مش هيختفي. واحد يقول لي بقى ليه يا مستر السوليوشن لونه مش هيختفي؟ اقول لحضرتك نظرا لان الكوبر اللي هنا عند الانود هيحصل له لوز وينزل في الميه، وبعدين الكوبر اللي في الميه يطلع الناحيه الثانيه يحصل له جين. فالكوبر اللي بيطلع من هنا بيعوضوا الكوبر اللي بينزل من عند الانود،
فبالتالي لون السوليوشن مش هيفيد او مش هيختفي نظرا لان الكوبر هينزل له هنا ويعوض غيابه اكيد، فاللون السوليوشن يفضل ازرق زي ما هو. اما بقى ماس الكاسود هيزيد، الانود وورن اوت هيخلص، والكونسيوم الكتريك كارنت طبعا هتستخدم الكتريك كارنت دي طبعا هتحصل 1000000%. فالفرق ما بين الاثنين ان فوق كان عندك بلاتينيوم والبلاتينيوم ما بيتهلكش ولا بيحصل له اي حاجه، انما تحت الكوبر هو اللي على السلك، فطبعا الكوبر بيحصل له اوكسيديشن او ريدكشن عادي جدا حسب انت موصله عند الانود ولا عند الكاسود. طيب نيجي بعد كده لسؤال 88 بيقول لحضرتك one of the following occur by the electrolysis of copper 2 chloride، هنعمل electrolysis للcopper 2 chloride solution and electrodes معمولة من الكوبر، ونفس الفكرة للelectrodes معمولة من الكوبر، فتعال نشوف اللي هيحصل. ادي البيكر وعندك هنا copper 2 chloride بقى المرة دي، ادي CuCl2، وطبعا كالعادة عندك ادي البطارية بتاعتك، وما تنساش بقى ان الاسلاك دي المره دي معموله من الكابر، خلاص. وادي بوزيتيف وادي نيجاتيف، وطبعا ادي البوزيتيف انود وادي النيجاتيف ايه كاسود. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل مع بعض لما نعمل عمليه الالكتروليسيس. طبعا كده كده الكابر البوزيتيف والكلورين النيجاتيف واحده هتجري في ناحيه والتانية هتجري في الناحيه التانية، فبالتالي تعال نشوف ايه اللي هيحصل. مبدئيا كده الكابر البوزيتيف هتجري على السلك النيجاتيف وتبتدي تتراكم عليها، صح كده؟ وعند الانود بقى انت عندك هنا كوبر اصلا محطوط لان الالكترود اصلا معمول من الكوبر، فيبتدي الكوبر يعمل عمليه اللوز وعمليه الاكسريشن، فبالتالي يبقى الجزء بتاع الانود وزنه هيقل والجزء بتاع الكاسود وزنه هيزيد. اما بالنسبه للكلورين فالكلورين هيطير في هيئه جاز ومش هيحصل له اي حاجه، فبالتالي نختار ان الانود ديكاي وزنه هيقل والكاسود انكريز وزنه هيزيد. نيجي بعد كده لسؤال 89 بيقول لحضرتك هتلاقي عند حضرتك انه to obtain the atomic weight of aluminium by electrolysis of molten bauxite، وطبعا البوكسايت ده احنا هناخده لسه المره اللي جايه، ولكن هو كومباوند مشهور جدا، هو عباره عن Al2O3. حضرتك لو عايز to obtain the atomic weight او الاتوميك ماس of aluminium by the electrolysis of bauxite we need كام مول of electron، فتعال نشوف مع بعض انت محتاج كام مول اوف الكترون عشان تحصل على البوكسايت. طبعا هو الالومنيوم ده يا جماعه Al2O3، فيعني الالومنيوم هنا بوزيتيف 3، يبقى انت عشان تحصل على الاتوميك ماس الكامل انت محتاج كام مول اوف الكترون؟ محتاج 3 مول اوف الكترون عشان الراجل ده يجين الثلاثه الكترونز بتوعه ويطلع لحضرتك الالومنيوم الزيرو بيرسبتيد بالمنظر ده، فانت محتاج 3 مولز اوف الكترونز. نيجي بعد كده لسؤال 90 بيقول لك to increase the increase in the mass of the cathode، الزيادة في الوزن بتاع الكاثود of Daniel cell at a certain point in operation of the cell A the decrease in the mass of the anode، بيقول لك الزيادة في اللي بتحصل عند الكاثود ايه علاقتها بالنقصان اللي بيحصل عند الانود، هل الاتنين بالنسبة لك بيساوي بعض ولا في واحد اقل من واحد؟ تعال نشوف مع بعض. مبدئيا كده هو انت عندك الانكريز اللي بيحصل في الكاثود والديكريز اللي بيحصل في الانود، هو انت مبدئيا التاكل بتاع الانود بيتاكل وبعدين يحصل هناك الانكريز، فمليون في المية هتلاقي ان التاكل اللي هنا اكتر من الجين اللي بيحصل هنا، لان انت الاول بتعمل لوز وبعدين تروح الناحية التانية تعمل ايه؟ تعمل الناحية التانية عملية الجين، ففي لحظة من اللحظات هتلاقي اكيد ان الجين اللي بيحصل هنا اقل من اللوز اللي بيحصل هنا ككوانتيتي كوزن، ده اللي اقصده. فبالتالي بيقول لك الانكريز بتاع الماس اوف كاسود ات ا سيرتن بوينت في الاوبريشن اقل، اكيد اقل من الديكريز اللي بيحصل عند الانود، لان اكيد الديكريز اللي بيحصل عند الانود هيبقى اكتر بكتير نتيجه ان هو اللي بيحصل الاول، فبالتالي بياخد وقت على ما يروح الناحيه الثانيه ويبتدي يحصل عمليه الانكريز. فبالتالي في سؤال 90 الاجابه تبقى بي، هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 91 بيقول لحضرتك by passing an electric current in electrolyte cell ب 10 امبير لمدة 100 ثانية اترسب كذا من الايرن اد كاثود the molten salt used is iron A، يعني من الاخر عايز يعرف الفيلنسي. طيب تعالى كده مع بعض بالراحة واحدة واحدة، انت عارف ان الوان فاراداي بيطلع 96500 كولوم وبيخرج لحضرتك الاكويفالنت ماس، وبعدين لو غيرنا الاكس فارادايز يتغير معانا الكيو كولوم ويتغير معانا الماس برستيت. نيجي مبدئيا كده الراجل مديك الاي ومديك التي، فالاي ب 10 امبير
والتي ب 100 سكند، فتقدر تجيب الكيو عادي جدا. بيقول لك ان الوزن اللي اترسب 0.193 جرام بالمنظر ده. الاول نقدر نحسب من هنا الايكويفالنت ماس عادي جدا. نحسب الايكويفالنت ماس ازاي؟ ادي الايكويفالنت ماس يبقى 0.193 ملتبلاي 96500 ديفايدد 10 في 100 اللي هي ب 1000 يعني. فيطلع ان الايكويفالنت ماس عند حضرتك ب 18.62. وطبعا ما تنساش ان الايكويفالنت ماس بيساوي اتوميك ماس على الفالنسي. والراجل كتر خيره مديك الاتوميك ماس، يبقى انت معاك الايكويفالنت ماس ب 18.62 ومديك الاتوميك ماس ب 55.8. تقدر تحسب الفالنسي بكام؟ من هنا هنبدل الاثنين دول مع بعض ونجيب الفالنسي. يبقى 55.8 ديفايدد ال 18.62، فتطلع ان الفالنسي في النهايه طالعه ب 3. فسعادتك تختار 3 اللي هي الاجابه بي. نيجي بعد كده لسؤال 92، بيقول لحضرتك which of the following is used if you want to paint an object with an equivalent weight 108 السيلفر 108. طيب انت عشان تدهن او تعمل painting an object with an equivalent weight، انت عايز ترسبه بالequivalent mass، انت عايز خليه يترسب بالequivalent mass، يعني انت من الاخر عايز ان الequivalent mass يبقى هو هو الماس بير ستيت. يعني ده معناه ان انت لو محتاج 96500 كولوم عشان ترسب الايكويفالنت ماس، فانت محتاج قد ايه كيو عشان ترسب نفس الايكويفالنت ماس، يعني تخلي ان الماس برسبتيت هو هو الايكويفالنت ماس. فساعتها محتاج نفس يعتبر الكيو. فانا عشان محتاج نفس الكيو اعمل ايه؟ هنشوف بقى كميه الكهرباء اللي احنا محتاجينها. هل محتاجين 10 امبير في 4825؟ ما اعتقدش. طب محتاجين 20 امبير، 20 امبير في 4925 985؟ لا ما ينفعش. طب محتاجين 20 امبير في 4825؟ هي دي بقى اللي تديك كميه كهرباء متاحه جدا، هي دي تعتبر الكميه المنطقيه اللي هي الاجابه سي، نظرا لان الرقم ده في الرقم ده يساوي لحضرتك ال 96500 كولوم اللي بترسب لك الايكويفالنت ماس. فبالتالي في 92 تبقى الاجابه عندك هي الاجابه سي، هي الاجابه الصحيحه. وبعدين بيقول لك حط الاوبجكت بتاعك عند الكاسود وحط عند الانود السيلفر عشان تدهن بيه السيلفر. طبعا عمليه الدهان دي هناخدها اكتر بتوسع المره اللي جايه. يجي بعد كده سؤال 93، بيقول لك one of the experiment is correct the passage of one Faraday in lead bromide melt ال PbBrO2. بيقول لك ان ال Pb وزنه ب 207، بيقول لك ان ال Br وزنه ب 80. طيب اولا بيقول له حضرتك انا عشان اعدي one Faraday هي ال EMF هتبقى بالبوستيف ولا بالنيجاتيف؟ هو مبدئيا كده مستحيل تبقى ال EMF بالبوستيف، لان احنا اتفقنا ان في الالكترولايتك سيل لازم ال EMF تبقى بالنيجاتيف. يبقى الاجابه الصحيحه هي يا اما B يا اما D، يعني A و C غلط تماما، لان مفيش اي ام اف بالبوزيتيف اكيد في الالكترولايتك سيل. طيب يقول لك انا لما اعدي 1 فاراداي هيتراكم قد ايه او هيترسب قد ايه؟ طبعا هيترسب الايكويفالنت ماس. فمبدئيا كده الايكويفالنت ماس اللي هيطلع من البي بي، طبعا البي بي واضح قوي ان فالنس 2، يبقى الايكويفالنت ماس بتاعه هي ب 207 ديفايدد 2. فاعتقد 207 على 2 يطلع عند حضرتك ان الايكويفالنت ماس ب 103.5 جرام. وطبعا في اللاد هيبقى نفس الكلام، بس اللاد طبعا فالنسي 1، فيبقى 80 على 1 اللي هي ب 80 برضه. فبيقول لك بقى تعال نشوف الاجابتين، less than 1.2 من اللاد ولا greater than 1.2 من اللاد؟ طبعا لازم يكون greater than من ال 102 من اللاد، فبالتالي نختار الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه، لان الرقم اللي طالع ب 103.5 يعني اكيد اكبر من 102 جرام من اللاد، والبرومين زي ما اتفقنا هيطلع ب 80 جرام، فدي مش ازمه خالص. فالاجابه الصح هتبقى الاجابه دي. بعد كده نيجي لسؤال 94، بيقول لحضرتك the quantity of electricity of 3 فاراداي was required to precipitate gram dot atom of y matter either of the following is true
A precipitate is formed by adding diluted hydrochloric acid to Y. A precipitate is formed by passing H2S للأسيديفايد Y. A precipitate is formed by using ammonia solution to Y. A precipitate is forming by an ammonium carbonate solution to Y. طيب انت لو خدت بالك بس بيقول لك انا محتاج 3 فاراداي، يعني ده معناه ان الواي ده الفالنس بتاعه ب3. ولو تفتكروا الحاجه اللي كان الفالنس بتاعتها ب3 وممكن يحصل لها البرسبتيت هو كان الايرن، واعتقد يعني ان الايرن ده كان ايرن بوزيتيف 3، والايرن بوزيتيف 3 ده كنا بنحتاج له الامونيوم سوليوشن اللي هي ال NH4OH، دي الامونيا سوليوشن عشان يحصل برسبتيت. فبالتالي نقدر نختار الإجابة سي هي الإجابة الصحيحة، وده من شابتر 2 لو تفتكر كان بيطلع لك البرسبتيت اللي هو الـ FeOHO3 اللي كان لونه ريدش براون لو تفتكروه. فبالتالي تبقى دي تبقى هي الإجابة الصحيحة نظرا ان هو هيترسب مع الأمونيا سوليوشن. سؤال 95 بيقول لحضرتك كذا كولوم is required to precipitate 0.25 جرام per atom of silver. طبعا احنا اتفقنا لما نقول لحضرتك جرام بير اتوم احنا بنستخدم الفارادايز بتساوي زد في 1F، وطبعا الفالنسي بتاعت السيلفر هي ب 1، فيبقى الفارادايز اللي انت محتاجها 1 في 1 فاراداي اللي هي تعتبر ب 1 فاراداي. بس هو بقى مش عايز الجرام بير اتوم الكامله، لا ده هو عايز ربع جرام بير اتوم، يبقى هنضرب الرقم ده في ربع يبقى يطلع بربع فاراداي اللي هي بقى كام كولوم؟ هنضربها يبقى 0.25 في 96500 يطلع ان كميه الفارادايز كميه الكولوم اسف لما نضرب الرقم ده في 96500 يطلع ب 24125 كولوم. فبالتالي سعادتك تختار الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه في سؤال 95. بعد كده نيجي في سؤال 86 بيقول لحضرتك An amount of electricity passed in two electrolytes respectively. The first contain a solution of copper chloride, اللي هو copper 2 chloride, and the second contain copper chloride, اللي هو copper 1 chloride. If the increase in the cathode mass في أول واحدة كان بقد كذا, and the cathode electrode of each cell before the circuit كان بقد كذا, then the cathode mass become في second circuit بكام؟ طيب بالراحة بس كده بيقول لك انت عندك 2 electrolytic cells معدي عليهم نفس كمية الكهرباء، خلاص يعني الاثنين معدي عليهم نفس كمية الكهرباء يعني كأنك موصلهم in series، صح كده؟ طيب يعني من الآخر نقدر نطبق ان الماس برسبتيت في الأولى على الماس برسبتيت في الثانية يساوي equivalent mass الأولى على equivalent mass الثانية. وطبعا هو بيقول لك في الاولاني ان انت عندك كوبر 2 كلورايد وفي الثاني كوبر 1 كلورايد، صح؟ طيب بيقول لك ان الماس اللي اترسب في الاولى كان 0.073. طيب تعال نشوف بقى الماس اللي اترسب في الثانيه هيبقى قد ايه. مبدئيا بس كده الايكويفالنت ماس في الاولى انت عندك الاتوميك ماس ب 63.5 على 2، الايكويفالنت ماس في الثانيه هو ب 63.5 بس هيبقى على 1 لان الفالنس في الثانيه ب 1 والفالنس في الاولى ب 2. طيب تعال نشوف بقى الرقم هيطلع بكام. يبقى 63.5 في 0.073 ديفايدد 63.5 على 2، فيطلع عند حضرتك ان الوزن اللي هيترسب هيبقى 0.146. فطالما ده الوزن اللي هيترسب ووزن السلكة أصلا من البداية أو وزن الإلكترود أساسا من البداية كان 150 جرام، يبقى وزن الإلكترود هيصبح كام بعد الكهرباء؟ فبالتالي هنحط الرقم ده على الرقم ده، يبقى لو أنت حطيت ال 150 زائد 0.146 فيطلع عند حضرتك ب 150.15 مثلا، ده أقرب إجابة يعني. فبالتالي أعتقد إن الإجابة المنطقية الوحيدة هي تبقى أقرب إجابة ليها هي الإجابة B، هو ده هيبقى أحسن إجابة تقدر تجاوبها لسؤال 96. نيجي بقى لسؤال 97 بيقول لك An electric current was passed through a solution of two compound WX and ZF in two cells connected in series، يعني الاتنين متوصلين إن إيه؟ in series. It was deposited at the cathode of 1.5 من الزد و 2.5 جرام من ال W.
then the equivalent of Z بيساوي كام؟ If the equivalent of W is equal to 9 gram. تعال نشوف. بيقول لحضرتك مثلا أنا عندي 2 beakers، واحدة اسمها WX وواحدة اسمها ZF. طيب احنا نفس القانون اللي طبقناه، الماس برسبتيت على الأولى على الماس برسبتيت بتاع التانية هيساوي equivalent mass الأولى على equivalent mass التانية. تعالى نفترض بقى ان دي الاولى ونفترض ايه ان دي التانية. بالراحة بقى عليا. بيقول لحضرتك ان الوزن اللي هيترسب عند W اللي هي الاولى ب 2.5، واللي اترسب عند Z اللي هي التانية 1.5، وبيقول لك ان الايكويفالنت ماس بتاع W اللي هي الاولى ب 9 جرام. فعايز يعرف ايكويفالنت ماس Z بكام. تعالى نحسب بالراحة، يبقى 1.5 في 9 ديفايدد 2.5 فيطلع ب 5.4 جرام، اللي هي الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. ففي سؤال 97 الإجابة دي تبقى الإجابة الصحيحة. 98 بيقول لحضرتك the passage of 3 فاراداي in of electricity in CuSO4 led to precipitate قد إيه من الكبر. فطبعا لو حضرتك عارف آدي ال 1 فاراداي بيطلع ال equivalent mass، يبقى 3 فاراداي هيطلعوا قد ايه ماس برسبتيت. طبعا الايكويفالنت ماس هو 63.5 على 2، الفالنسي بتاعت الكوبر ب 2، فيبقى 3 فاراداي في 36.5 على 2 يطلع ان الوزن اللي هيترسب ب 95.25. فتعالى نشوف بقى انهي اختيار من الاختيارات دي هي الاختيارات الصحيحه. هل هيطلع عند حضرتك 3 مول في كوبر؟ نحسب عدد المول. 19 جرام لا، 1.5 مول من الكوبر ممكن، 1.5 جرام لا دي مستحيل. الرقم اللي طالع ده طبعا طالع بالجرام، فبالتالي لا ده ينفع ولا ده هينفع. يبقى هي اجابه ايه؟ يا اجابه سي. طب تعالى نشوف، انت لو عايز النمبر اوف مولز بتاخد الماس على المولر ماس، فادي الماس على المولر ماس. الماس بكام؟ 95.25. المولر ماس بكام؟ هي كوبر واحده ب 63.5، فنقسم الرقم ده على 63.5 يطلع 1.5 مول، فبالتالي نختار الإجابة C اللي هي 1.5 مول هي الإجابة الصحيحة. 99 بيقول لك the amount of electricity required to precipitate 0.5 مول calcium of the electrolytes of CaCl2 يطلع بكام؟ بالراحة عليا. احنا اتفقنا لو عندك رقم بالمول بتستخدم ان الفارادايز بتساوي Z في 1F، صح؟ وطبعا الكالسيوم الفالنس بتاعته ب 2، يبقى 2 في 1 فاراداي يطلع من الاخر ب 2 فاراداي. بس ده لو انت عايز مول، انما هو عايز نص مول، يبقى نضرب الرقم ده في نص فيطلع 1 فاراداي اللي انت محتاجه في النهايه. فبالتالي هتختار الاجابه 1 فاراداي في سؤال 99، ده الكميه اللي انت محتاجها من الفارادايز، هتبقى الاجابه دي. طيب سؤال 100 بيقول لك if take it take كام فاراداي to supply، زي انك تطلع الاكسجين 24 جرام من الاكسجين ان الومنيوم اكستراكشن سيل، انت محتاج قد ايه فاراداي عشان تطلع 24 جرام من الاكسجين؟ الموضوع بسيط، ال1 فاراداي بيطلع الايكويفالنت ماس، يبقى انت محتاج كام فاراداي عشان تطلع 24 جرام؟ طبعا الايكويفالنت ماس بتاع الاكسجين، الاكسجين وزنه ب 16 والفالنسي ب 2، فساعتها تبقى سعادتك تختار 24 في 1 divided 16 على 2 تطلع ب 3 فاراداي، يبقى الاجابه في 100 هي الاجابه سي. طب واحد يقول لي مثلا انت جبت الارقام دي منين؟ انت الامتحان بالنسبه لك اوبن بوك والاسئله بالنسبه لك اوبن بوك، فالاتوميك ماس بتاع الاكسجين معروف ب 16 والفالنس بتاع الاكسجين برضه معروفه بكام؟ ب 2. نيجي بقى في سؤال 101 بيقول لك 2 مول تشارج اوف الكترون از ايكويفالنت تو، ال 2 مول تشارج اوف الكترون يساوي ايه؟ طبعا هم يساوي 2 فاراداي لان ال 1 فاراداي يساوي 1 مول اوف الكترون، يبقى ال 2 فاراداي هيساوي 2 مولز اوف الكترونز، فبالتالي الاجابه الصح هتبقى الاجابه A. 102 بيقول لك A precipitates from potassium atom by passing 2 فاراداي in the melt of potassium chloride twice the number of Avogadro ولا 3 times the number of Avogadro ولا half the number of Avogadro ولا Avogadro's number من المولكيولز بالظبط؟ لا ركز معايا، انت عندك البوتاسيوم انت ال1 فاراداي
بيطلع لك الايكويفالنت ماس. وطبعا الايكويفالنت ماس البوتاسيوم على فكره ب 39 والفالنس اتوم 1 اللي هو ب 39، يبقى التو فاراداي هيطلعوا ماس بير ستيت اللي هو يعني بحوالي 2 مول. ما هو اذا كان ده بيطلع 1 مول اللي هو ب 39 جرام، يعني ده هيطلع 2 مول، وال 1 مول طبعا فيه افوجادروز نمبر، يبقى ال 2 مول فيهم توايس الافوجادروز نمبر، فبالتالي سعادتك هتختار الإجابة إن هو هيطلع twice الأفوجادرز نمبر اللي هي في 102، تبقى الإجابة إيه. وهنا بيميكس ما بين شابتر 4 وشابتر 2. سؤال 103 بيقول حياتك by passing a current of 6 أمبير لمدة 16 دقيقة in a molten chromium oxide 1.07 gram of chromium is deposited. The formula of the molten chromium oxide is كام؟ يعني من الاخر الراجل عايز يعرف الفالنس بكام عشان نعرف شكل الاكسايد بقد ايه. طب بالراحه بقى عليا، حضرتك عارف ان ال1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، كل المسائل بتحل بنفس السطرين يديك الايكويفالنت ماس. فلو حضرتك غيرت الاكس فاراديز هتغير معاها الكيو كولوم وهتغير معاها الماس برسبتيت. بالراحه بقى عليا، انت اولا معاك الاي ومعاك التي، يعني الاي ب 6 والتي ب 16 بس في 60، صح كده؟ ومعاك الماس برسبتيت ب 1.07 جرام، تقدر من هنا تحسب الايكويفالنت ماس. يبقى الايكويفالنت ماس 1.07 في 96500 ديفايدد 6 تايمز 16 تايمز 60، فيطلع ان الايكويفالنت ماس ب 17.92. خلاص كده؟ هو عايز يعرف بقى الفالنسي بكام بتاعت الكروميوم. طيب ما هو انت عارف طبعا ان الايكويفالنت ماس بيساوي الاتوميك ماس على الفالنسي. فالاتوميك ماس عند حضرتك الراجل مديهولك ب 52، الفالنسي ما نعرفهاش عايزين نعرفه، وكل ده بيساوي ال 17.92. وطبعا نبدل الاثنين دول مع بعض نقدر نجيب ساعتها الفالنسي بكام. يبقى 52 ديفايد 17.92 يطلع عند حضرتك انه الفالنسي ب 2.9 اللي هي يعني حوالي ب 3. يبقى الفالنسي طالعه ب 2.9 اللي هي ابروكسيميتلي يعني بتساوي 3، يبقى كده فالنسي الكروميوم ب 3. فاذا كان يا جماعه فالنسي الكروميوم ب 3 والاكسجين بتاعنا ب 2 طبعا، فهتختار سعادتك الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه اللي هي Cr2O3 نظرا لان فالنسي الكروميوم ب 3 وفالنسي الاكسجين ب 2. بالنسبه لسؤال 104 استاذن بس حضراتكم تلغوه عشان الجيفنز اللي فيه ناقصه، وان شاء الله انزله لكم تاني في المراجعات بالجيفنز الكامله بتاعته. نيجي بعد كده لسؤال 105 بيقول لحضرتك to precipitate 0.5 مول of calcium by the electrolysis of calcium chloride molten electron is required. بيقول لك انت عشان ترصب 0.5 مول من الكالسيوم by electrolysis of calcium chloride، لسه حالينه من شويه اتفقنا لو انت هترصب كميه من المول يبقى ساعتها الفارادايز بتساوي زد في 1 اف، وانت طبعا عارف ان الكالسيوم الفالنس ساعتها ب 2 فيبقى 2 في 1 فاراداي، يبقى ساعتها اللي هيطلع هو 2 فاراداي. بس ده لو 1 مول، انت بقى عايز نص مول، فساعتها لو نص مول يبقى يطلع 1 فاراداي اللي هو لو انت عايزه بال 96500 كولوم فهيطلع ب 96500 كولوم. يبقى دي الكميه اللي انت محتاجها اللي هي الاجابه A في 105. بعد كده في 106 بيقول لك all the following are examples of electronic conductor اللي هي الاسلاك الموصله للكهرباء except iron filling، اي معدن يعتبر electronic conductor، ولكن المولتن بوكسايت ده عباره عن solution ما يعتبرش electronic conductor، ده يعتبر electrolytic conductor. في 107 بيقول لك the mass of the anode and the cathode respectively in the electrolysis. طبعا المفروض ان وزن الانود وعندك وزن الكاثود، طبعا الكاثود دايما وزنه هتلاقيه بيزيد والانود طبعا دايما وزنه هتلاقيه بيقل نتيجه الكونسومشن اللي بتحصل من الكاثود، فبالتالي هتلاقي الكاثود هيزيد والانود هيقل. نيجي بعد كده لسؤال 108 بيقول لك if a mole of electron is equivalent to Faraday then the A مول اوف الكترون بيرسبتيت 1 مول اوف الومنيوم، طبعا 3 مولز اوف الومنيوم نظرا لان الالومنيوم يا جماعه بتحتاج 3 الكترونز، فاذا كان ال1 مول اوف الكترون بيحتاج الايكويفالنت ماس يرصبه 2 فاراداي، فبالتالي اذا كام مول اوف الكترون يحتاج يرصب ال1 مول اوف الومنيوم؟ طبعا لازم يكونوا 3 فاراداي عشان هو محتاج 3 مولز اوف الكترونز.
في 109 بيقول لك two electrolytic cells are connected in series, one containing silver and the other one containing divalent element. So 3.5 gram of silver was precipitate and 2.5 of this element is deposited. The molar mass of the element is equal كام لجرام بير مول. طيب انت طبعا اتفقنا طالما الاثنين متوصلين in series يبقى الماس برسبتيت في الاولى على الماس برسبتيت في الثانية بيساوي equivalent mass الأولى على equivalent mass الثانية. تعال نشوف بقى هنعمل ايه. طبعا بيقول لحضرتك one containing silver ion and the other one containing divalent element ما نعرفهاش صح؟ طيب بيقول لحضرتك so 3.5 جرام من السيلفر اترسبت، يبقى 3.5 جرام من السيلفر هنا اترسبت ومن الثاني اترسب 2.5 خلاص. وطبعا الايكويفالنت ماس بتاع السيلفر ب 108 على 1 ده معروف. الناحيه الثانيه بقى بيقول لك هنا الايكويفالنت ماس ده عايزين نعرفه، وعايزين نعرف في الاخر الفالنسي بكام. الفالنسي هو مديها لك داي فالنت، ولكن عايز يعرف المولر ماس بتاع الاتوم بكام. طيب الاول بس نحسب الايكويفالنت ماس، يبقى 2.5 ملتبلاي 108 على 3.5 كده جبنا الايكويفالنت ماس 2 بيساوي 77.14 صح كده؟ طيب وطبعا حضرتك عارف ان الايكويفالنت ماس ده هو عباره عن الاتوميك ماس على الفالنسي، والفالنسي الراجل مشكورا مديها لك باتنين، يبقى انت كده تقدر تجيب الاتوميك ماس، يبقى تضرب الرقم ده في اتنين فيبقى الاتوميك ماس ب 154.3. يبقى الاتوميك ماس هيساوي عند حضرتك 154.3 جرامز، ودي الإجابة الصحيحة اللي هي الإجابة دي. ففي سؤال 109 الإجابة الصحيحة هي الإجابة إيه؟ دي. بعد كده نيجي لأسئلة الـ true or false. في السؤال الأول بيقول لك at least 2 Faraday is needed to evolve the equivalent mass of any gas. طبعا غلط، نظرا إن أنت محتاج فقط 1 Faraday عشان ترسب الـ equivalent mass من أي حاجة. السؤال الثاني بيقول لك the quantity of material formed or consumed at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity. طبعا صح، وده طبقا لفاراداي فيرست لو. ثلاثة كولوم is the result of multiplying the electric current intensity in ampere and the time in second. طبعا الكولوم هي مضروب الامبير في الseconds. أربعة hydrolysis is the decomposition of an electrolyte by using an electric current. لا طبعا الثانية اسمها الالكتروليسيس، فبالتالي الإجابة دي تعتبر false. hydrolysis هو إنك بتفك solution إلى ions بس من غير كهرباء، إنما electrolysis هي اللي بتفكها عن طريق الكهرباء، فالإجابة دي تعتبر false. 5 في 5 بيقول لحضرتك an anode is a negative electrode in the electrolytic cell. للأسف غلط، إن الأنود هو positive electrode. 6 the quantity of electricity that passed when a current intensity 1 ampere through electrolyte in 1 second is coulomb unit. طبعا إجابة true، هو دي الكولوم أصلا. Faraday first law proved that the quantity of electricity passed through a molten solution is directly proportional to the quantity of electricity. طبعا true مليون في المية. وفي كده يبقى حضرتك خلصنا مع بعض الأسئلة بتاعة assignment 3 على خير، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نحل مع بعض assignment 4، وإن شاء الله يبقى آخر assignment معانا، وبعد كده نبدأ بقى في الأورجانيك على خير. أتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط على حضراتكم، معلش لو كان في حسابات كتير وكان في أرقام كتير وفي أفكار كتير، ولكن في الأول في الآخر عايزين نعدي على كل الأفكار، بنك المعرفة، منصة نجوى، أسئلة المعاصر، أسئلة الامتحانات، أسئلة كتاب المدرسة، كل دي حاجات لازم نعدي عليها عشان إن شاء الله بإذن الله توصلوا للي أنتوا عايزينه بإذن الله تعالى. بشكركم يا شباب وآسف لو طولت عليكم، أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي وإلى اللقاء.